السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة من حلقات الأهلي الليلة. ألف ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، فوز كبير على بطل الجزائر في آخر مباراة في بطولة أو في جولة الجولة الأخيرة من بطولة دوري الأبطال علشان يتأهل النادي الأهلي، وده الطبيعي واللي احنا متعودين عليه كأول المجموعة، ودايما هو ده اللي الأهلي بنستناه منه، يكون البطل، يكون بيلعب على المركز الأول. فوز كبير جدا بنتيجة كبيرة جدا، وأكيد طبعا كل مكسب بيكون في مكاسب أخرى عديدة غير الفوز بالثلاث نقاط، بنستفيد منها أو النادي الأهلي بيستفيد منها بشكل كبير جدا. طبعا كلنا عارفين طبعا شخصية النادي الأهلي وشخصية البطل، هي دايما بتظهر وقت الشدائد ووقت ما النادي الأهلي بيكون عايز يكسب. دايما النادي الأهلي لما بيكون في ضغط أو بيكون في مباراة مصيرية زي اللي حضراتكم تابعتوها النهاردة، شخصية البطل بتكون موجودة. مفيش شك طبعا ان الفوز على بطل الجزائر بنتيجه كبيره جدا بتبين قد ايه استحضار شخصيه النادي الاهلي. طبعا شخصيه النادي الاهلي موجوده على ارضه، عارف ان الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، وبالتالي بنتمنى وكلنا طبعا يعني عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني اللي موجودين واللعيبه، ان مع الوقت شخصيه الاهلي جوه ملعبه تبقى كمان بره ملعبه. انا عارف طبعا ان النادي الاهلي الاداء اللي بيأديه جوه ملعبه اداء بيكون رائع، اداء بيكون طبعا كل جمهور الاهلي بيثني عليه ويعني بيتمتع كرويا بالاهداف وبالاداء وبالجملات التكتيكيه اللي بنشوفها من خلال علي معلول ومروان محسن واجاييه ونصر ماهر ورمضان صبحي، كل اللعيبه اللي موجودين اكيد بيمتعونا، لكن شخصيه الاهلي ان شاء الله تكون بره ملعبه زي جوه ملعبه. لكن الفوز على بطل الجزائر، أقوى فريق المفروض أن هو في الجزائر، بنتيجة كبيرة في بطولة كبيرة زي دوري أبطال أفريقيا، هي البطولة الأقوى في أفريقيا، أعتقد ده بيبين قد إيه شخصية النادي الأهلي وقوتها في الوقت اللي كمان النادي الأهلي ولعبته بيحسوا أن هم محتاجين شخصية النادي الأهلي. طبعا من المكاسب العديدة اللي أيضا اللي الأهلي كسبها النهاردة بعد الفوز الكبير، لو هنتكلم على الأرض والمكسب على أرضية ملعب برج العرب، وإن الأرضية زي ما حضراتكم شفتوا أرضية سيئة، أرضية ليست بحالة جيدة، وبالتالي الفوز بأداء ونتيجة كبيرة أعتقد ده من أهم الإيجابيات اللي موجودة، علشان ده يعود الأهلي في الفترات اللي جاية وفي المراحل المقبلة على إنه خلاص الأهلي بقى عنده طريقة لعب، الأهلي بقى عنده ان طبعا الملعب او ارضيه برج العرب طبعا هي سيئه بسبب ضغط المباريات، مش سيئه بسبب اهمال، لا هي سيئه بسبب ضغط المباريات الكثيف، بما ان الملعب طبعا مستبعد من بطوله الدوري او مستبعد من كاس الامم الاوروبيه او كاس الامم الافريقيه اسف، وبالتالي بنتكلم على ارضيه ملعب برج العرب. اللي راح برج العرب وشاف الارض او اللعيبه لما تيجي تتكلم على الارض هنلاقي ان في صعوبه في نقل الكوره على الارض، ان انت تنقل الكوره والثانيه والثالثه والرابعه، الملعب هيكون فيه بعض المطبات اللي ممكن تعوق حركه الكوره، وبالتالي الفوز بنتيجه وباداء، وهراجع تاني ونحط 100,000 خط تحت كلمه اداء ونتيجه على ملعب في الظروف اللي بقول لحضراتكم عليها دي، اعتقد ان ده مكسب كبير جدا. اما الجزء الثاني الخاص بالجهاز الطبي اللي بنتكلم عليه، اللي عامل مجهود رهيب في الفتره الاخيره، المجهود اللي بنتكلم عليه هي ان طبعا المجهود البدني للاعيبه النادي الاهلي اكيد واضح ان هو في زياده، وان الاداء البدني في تطور مستمر. لاعيبه الاهلي بسم الله ما شاء الله بدات ان هي ترجع للمعدلات الطبيعيه او المعدل البدني الطبيعي من خلال المباريات، وشفنا ده في مباراة النهاردة والمباريات اللي قبل كده سواء في الدوري أو في بطولة أفريقيا. أما الجانب الطبي زي تجهيز محمد الشناوي في أقل من أسبوع، وإحنا قلنا هنا في قناة الأهلي إن الشناوي جاهز بدنيا وطبيا بنسبة 100%، المباراة شبيبة الثورة
اكدنا عليه اكتر من مره، وبالتالي الجهاز الطبي شغال كويس جدا. وزي ما احنا اتكلمنا في الفترات اللي قبل كده او جمهور الاهلي اتكلم على الجهاز الطبي في دور معين، احنا لازم نشيد بالجهاز الطبي كويس جدا جدا جدا، علشان ليه دور مهم، سواء الدكتور او سواء اخصائي التاهيل او طبعا المسؤول عن اللجنه او اللجنه الطبيه بشكل عام طبعا. وكمان هنتكلم على الجزء البدني طبعا، زي الخاندرو وزي حسين عبد الدايم اللي اكيد عاملين شغل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي في الحته البدنيه. حتى طبعا الاخيره اللي هنتكلم فيها تطوير اداء اللاعبين، او مسؤوليه المدير الفني هو مش فقط الفوز بنتيجه مباراه كبيره، لا هو كمان مسؤول عن تطور اللاعبين. شفنا من خلال وجود مستر مارتن لاسارتي في الفتره الاخيره تطور لاداء اللاعبين بشكل ملحوظ وبشكل كبير، واكيد كلنا شفنا الفارق ما بين كريم ندفت وعمرو السوليه، شفنا مروان محسن ومحمد هاني قبل كده وحاليا مع مستر مارتن لاسارتي. لا في فارق كبير جدا في المستوى وتطور رهيب جدا جدا في مستوى اللعيبه الاربعه اللي قلت حضراتكم عليهم. طبعا سعد سمير بيحاول ان هو يرجع لمستواه اللي احنا عارفينه، لكن طبعا بيحاول، ودي من سمات لعيبه النادي الاهلي ان هم يكون عندهم رغبه في الرجوع الى المستوى المعهود. لكن تطور المستوى ده بيدل ان انت عندك خامه طيبه، عندك لعيبه من احسن اللعيبه اللي موجودين في مصر، لكن كانوا محتاجين بعض التوظيفات جوه الملعب وايضا بعض الثقه، وده اللي اداها مستر مارتن لاسارتي للاعبته في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه الفنيه. طبعا رمضان صبحي لعب دور تكتيكي كبير جدا في المباراه، انا عارف ان رمضان طبعا لعيب كبير ولعب بدري في الفريق الاول، وبالتالي زي ما بنقول عليه راجل اتولد كبير، واللي اتولد كبير دايما بيفضل كبير موجود على الساحه سواء في النادي الاهلي او في الدوري الانجليزي. لكن بنتمنى الفتره اللي جايه ان رمضان صبحي ان شاء الله يكون في تزايد من تطور المستوى، علشان رمضان صبحي كجمهور الاهلي واحنا كلنا مستنيين منه كتير جدا جدا جدا. هو واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد هو يعني من قليلين عارفين يعني ايه قيمه التيشيرت الحمراء او تيشيرت النادي الاهلي، وبالتالي رمضان صبحي بنشكره ايضا على الاداء، ولكن مستنيين منه ان شاء الله تطور في المستوى وكمان كتير جدا من خلال وجوده مع النادي الاهلي في الفوز ببطوله الدوري العام وايضا ببطوله دوري ابطال افريقيا. في شك طبعا ان علي معلول يعني هو نجم المباراه، اكيد كل الجمهور الاهلاوي استمتع باداء علي معلول من الجمل اللي عملها، الوان تو هات مع مروان محسن، واضح ان مروان وعلي معلول الفتره الاخيره في دوتات في التمرين كتير قوي وجمل بيعتمد عليها المدير الفني علشان يحفظها، علشان هي دي اللي هتكون مفاتيح اللعب الفتره اللي جايه. مروان محسن بسم الله ما شاء الله فايق جدا جدا، علي معلول فايق جدا، في توفيق كبير جدا في كورساته، في عرضياته، في اي تصويباته، واحد على واحد بيعدي كره بالعرض يعدي، كل الكلام ده كله في الباك ليفت او الباك رايت، هي دي من مفاتيح لعب الباكين، علشان اي باك ليفت واي باك رايت ينجح لازم يكون مميز جدا في العرضيات، في الواحد على واحد، في الـ في الـ في الـ اي تمريره بيمررها سواء بينيه سواء عرضيه سواء طوليه لازم يكون عنده توفيق كبير جدا. فواضح بسم الله ما شاء الله ان علي معلول ومروان محسن الاثنين في تفاهم كبير جدا ما بينهم، واضح كمان ان هم عندهم كيمياء بدات ان هي تكون ما بينهم في الفتره الاخيره، وده طبعا بيطمننا كاهلاويه ان احنا نرجع تاني للثنائيات اللي كنا دايما بنشوفها على مدار تاريخ النادي الاهلي ما بين طبعا الباكات الباك ليفت او الباك رايت وكمان روس الحربه اللي بيبقوا موجودين، ودايما احنا عندنا بفضل الله افضل ظهراء جنب على مر التاريخ وايضا افضل روس حربه على مر التاريخ. لكن مفيش شك طبعا ان حسين الشحات وهدفه بالنسبه لنا كاهلاويه، رجوع حسين الشحات او حسين الشحات نفسه بالنسبه لنا ان هو يرجع، والفرحه اللي حضراتكم شفتوها والتالق في الفتره الاخيره اللي كان موجود فيها في المباراه، ده اهم من الهدف نفسه. الهدف اكيد مهم وبيزود من رصيد اهداف النادي الاهلي في المباراه، لكن حسين الشحات بالنسبه لنا هو ان هو رجع وشارك واحرز، ده بالنسبه لنا هو الهدف الاهم، وده الهدف الاسمى، وده اللي احنا دايما بندور عليه، ان احنا بنبص على المصلحه العامه مش بنبص على المصلحه الخاصه، مش بنبص على اللعيب بعينه، بنبص دايما على مصلحه الفريق ككل. حسين الشحات واحد من ضمن منظومه كبيره جدا هتكون سبب ان شاء الله في فوز النادي الاهلي في بطوله افريقيا وايضا في بطوله الدوري العام. فوجود حسين الشحات في الوقت ده تحديدا في اخر مباراه
قبل مباريات دور الثمانية اللي هتكون قوية جدا وقبل اللقاءات اللي جاية في بطولة الدوري أعتقد شيء مهم جدا. عندنا توقف هيكون موجود لحد نهاية الشهر، أعتقد أنه هو كفاية جدا بالنسبة لمستر مارتن لاسارتي علشان يبدأ يتكلم في أي جوانب من الجوانب السلبية اللي محتاج يطورها في الفترة اللي جاية. اللعيبة رايحة المنتخب عندهم مهمتين، لقاء النيجر ولقاء نيجيريا، نتمنى لهم التوفيق وأن هم يرجعوا لنا بألف سلامة وبدون أي إصابات. باللعيبه اللي موجوده هنا ان شاء الله بالشغل اللي مستر مارتن لاسارتي هيعمله اكيد طبعا ان شاء الله هيكون في فارق. كمان في اجازه لمده 3 ايام، اعتقد ان اللعيبه كانت محتاجه الاجازه دي من فتره طويله جدا. طبعا بتكلم على لعيبه اللعيبه المحليه اللي مش هتكون موجوده مع منتخب مصر واللي ما حلفهاش التوفيق ان هي تكون موجوده، واللي انا ان شاء الله اتمنى ان هي تكون موجوده في الفتره اللي جايه. اخيرا وليس اخيرا طبعا الجمهور. جمهور النادي الاهلي ده لو اتكلمنا عليه حلقات عمرنا ما هنقدر نديله حقه. واحد من امتع العوامل اللي بنشوفها دايما في مباريات كره القدم. جمهور النادي الاهلي النهارده ما كانش رايح المباراه علشان خاطر يتفرج على الماتش. الاهلي جمهور الاهلي مش رايح يتفرج على الفوز، ودي نقطه مهمه جدا. جمهور الاهلي كان رايح يقود لعيبه النادي الاهلي الى الفوز. وفي فرق كبير جدا ما بين القياده الى المكسب ومشاهدة المكسب. ان انا رايح اتفرج دي حاجة عادية جدا، رايح اتفرج على الفرقة، رايح اتفرج على اداء كويس، اسقف، اهيص، يعني لعيب عمل ترقيصة حلوة اقول له يا ولد يا لعيب، الكلام ده كله عارفينه. لكن لما انا اروح قبل المباراة بثلاث اربع ساعات الساعة الرسمية او الساعة اللي سمحت بيها الجهات الامنية ال 15,000 ان هم يكونوا ممتلئين عن اخرهم من قبل الماتش بثلاث واربع ساعات، ونشوف من اول دقيقه لحد اخر دقيقه تشجيع بدون توقف بعد الهدف الاول والثاني والثالث، ده يدل على ان جمهور الاهلي تاني بقولها اهو مش رايح يتفرج على المباراه. جمهور الاهلي رايح يقود النادي الاهلي ولاعبته الى المكسب. جمهور الاهلي عارف ان الاهلي كان في مباراه صعبه امام بطل الجزائر في اخر جوله في بطوله دوري الابطال. بالمناسبه مباراه فيتا كلوب الاخيره الاهلي خسرها، الاهلي لو كانت عادل كان برضه هيحتاج ان هو يكسب. ده طبيعي جدا، الاهلي مش بيلعب غير على الفوز. فعايز اقول لحضراتكم ان لو كان حتى الاهلي اتعادل في مباراه فيتا كلوب او الاهلي كسب، مش هقول اتعادل هقول كسب، الجمهور كان هيبقى برضه موجود علشان خاطر هو ده مكان النادي الاهلي، يبقى موجود في المركز الاول وفي الصداره وفي اقوى بطوله قاريه على صعيد الانديه، يكون موجود الجمهور 15,000، ولو كان 50,000 كنت هتلاقيه، ولو 100,000 كنت هتلاقيه، ما تفرقش معانا لا مباراه مجموعات ولا مباراة في الدور التمهيدي ولا مباراة في طبعا في الأدوار النهائية. كل الأدوار مهمة عند جمهور النادي الأهلي، هو اللاعب رقم واحد. وأكيد كلنا عارفين قيمة الجمهور اللي بيبقى موجود في ظهر ناديه بيشجعه فقط لا غير، ما بيركزش في حاجة غير التشجيع. فبنشكر كل جمهور النادي الأهلي اللي كان موجود، وبنشكر كل الجمهور النادي الأهلي. أنا عارف إن كل الجمهور كان نفسه يحضر النهاردة المباراة، لكن ظروف 15,000 متفرج وظروف ايضا ان التذاكر خلصت بسرعه، ده حرم كتير جدا ان ناس تكون موجوده في الملعب النهارده. فالجمهور هو اللاعب رقم واحد، وهو ده اللي احنا ان شاء الله يعني نتمنى ان ده يكون الطبيعي لجمهور النادي الاهلي في لقاءات الدوري ودوري ابطال افريقيا. انا عارف ان في الشده الجمهور هيكون واقف في ظهري، مفيش شك. فطبعا بشكرهم شكرا جزيلا على وجودهم، ودايما زي ما احنا بنقول جمهور الاهلي هو اللاعب رقم واحد. هنروح مع حضراتكم في جوله في المواقع الاخباريه، هنشوف رصدت فوز الاهلي ازاي، وبعديها هنستقبل ضيف الفقره الاولى الكابتن محمود صالح رئيس لجنه اكتشاف المواهب ونجم النادي الاهلي. طبعا الفقره الثانيه هتكون ايضا مع نجم النادي الاهلي الكابتن خالد العوضي وفقره الالعاب الاخرى. هناخد اول خبر موجود معانا من الاهرام ونشوف الاهرام كاتب ايه. الاهلي يتاهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا في صداره المجموعه الرابعه بثلاثيه في مرمى شبيبه الثور. هنروح للاخبار. فيديو الاهلي او الاهلي يصعد لربع نهائي البطوله الافريقيه بثلاثيه في الثوره. نروح من البوابة، الأهلي يقصو على الثورة بثلاثية ويتأهل ربع نهائي دوري الأبطال. الخبر
رابطة الأبطال الأفريقية إقصاء شبيبة الثورة. طبعا احنا الخبر طبعا الجزائرية، وبالتالي أكيد احنا كنا نتمنى التوفيق والصعود معا مصر والجزائر، لكن هو ده حال كرة القدم، إن دايما مش هيكون في يعني توفيق لكل الفرق في نفس البطولة. نروح لجريدة الشروق. الأهلي يسحق شبيبة الثورة بثلاثية ويتأهل متصدرا لمجموعته الأفريقية. نروح لجريدة الشعب الجزائرية. إقصاء نادي شبيبة الثورة من المنافسة رابطة أبطال أفريقيا. طبعا في الجزائر مسمينها رابطة أبطال أفريقيا. نروح للمصري اليوم. الأهلي يفوز على شبيبة الثورة بثلاثية نظيفة ويتأهل ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. رسميا شبيبة الثورة تودع دوري الأبطال بمرارة كبيرة، من جريدة النهار الجزائرية. الهداف الجزائرية، الجريدة الأشهر في الجزائر طبعا، من بطولة دوري أبطال أفريقيا الأهلي 3 وشبيبة الثورة 0، وبالتالي إقصاء شبيبة الثورة. الوطن وسط تألق معلول ومروان، الأهلي يتأهل لربع النهائي وشبيبة الثورة يودع البطولة. اليوم السابع، الأهلي يسقط الشبيبة بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. في الجول، مزيكة الأهلي تعزف، المارد الأحمر يضرب الثورة بثلاثية ويتأهل متصدرا في أفريقيا. فيتو، الأهلي يتأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية بثلاثية في مرمى شبيبة الثورة. موقع النادي الأهلي، الأهلي يفوز على الشبيبة بثلاثية ويتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا. يلا كورة، الأهلي يقيم حفل التأهل على حساب الثورة ويطيح به خارج الأبطال. دي كانت جولة سريعة في المواقع والصحف المصرية والجزائرية علشان نتابع ازاي تابعوا فوز النادي الأهلي بثلاثية والصعود إلى دور الثمانية وفوزوا على بطل الجزائر بثلاثية نظيفة. هنروح لفاصل وبعديها نرجع نستقبل نجم النادي الأهلي الكابتن محمود صالح. اهلا بحضراتكم من جديد، وهنبدا مع حضراتكم فقرتنا الاولى مع واحد من نجوم النادي الاهلي، وايضا هو رئيس اداره المواهب في النادي الاهلي، هو الكابتن محمود صالح اللي مشرفنا منور. كابتن محمود ازي حضرتك؟ الله يخليك يا عمر. حضرتك عامل ايه؟ والله الحمد لله تمام. الحمد لله. يعني اكيد طبعا ببارك لحضرتك وبارك لجمهور النادي الاهلي، فوز مهم جدا في مباراه صعبه، في مباراه ختاميه لدوري المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا. في البدايه طبعا شفت المباراه ازاي، ويعني اداء مميز ونتيجه كبيره. اه مفيش شك طبعا، المباراة طبعا كانت صعبة جدا، لابد ان احنا نفوز عشان نقدر نوصل لدور الثمانية. الخصم برضو خصم قوي الحقيقة، وممكن هو يمكن بدل هو أول مرة يشترك في فريق الثورة، أول مرة يشترك في بطولة أفريقيا الحقيقة، انه قدم نتائج كويسة وخصوصا مع آخر مباراتين، كسب سيمبا وكسب فيتا كلاب، وكان متصدر المجموعة لحد آخر دقيقة من المباراة النهاردة. انا عايز اقول لحضرتك كابتن، يعني هزود على كلام حضرتك، ان فريق شبيبه الثوره هو وصيف الدوري الجزائري الموسم الماضي بفارق 3 نقاط فقط على النادي الرياضي القسطنطيني، وبالتالي فرق من الفرق او فريق من الفرق القويه جدا في الجزائر، تفوق على عدد من الانديه، وزي ما حضرتك قلت هو نادي جديد في البطوله لكنه قدم موسم رائع جدا في الدوري الجزائري. بالظبط. ما فيش شك، هو يعني التخطيط اللي هم المسؤولين عن النادي الحقيقه اكيد ما فيش نجحوا ان هم يوصلوا للتنافس، زي ما قلت لحضرتك ان هو كان مفصل في الدوري، وان هو يوصل لدور او يعني مرحله ما قبل ربع النهائي، وان يكون متصدر الدوري في انديه كبيره وانديه لها اسم كبير الحقيقه وخبرات كبيره على مستوى البطوله الافريقيه. وزي ما قلت هو الدقيقه 89، يعني تسيمبا جاب هدف الفوز في الدقيقه 89 في التعادل، كان هو في المواجهات هيبقى افضل من فيتا كلاب وكان هيكون مؤهل لدور الثمانيه.
انما احنا طبعا انا بحييه الاول طبعا ما فيش شك وبقول له هارد لك، وفي نفس الوقت طبعا اكيد بنهني انفسنا ونهني مجلس الاداره وجماهير النادي الاهلي واللاعبين والاجهزه الفنيه وطب كل النادي الاهلي الحقيقه المستوى هايل الحقيقه النهارده. النتيجه طبعا ما فيش شك نتيجه كويسه جدا، المستوى هايل واداء يعني انا شايف يدينا ثقه في الفرق في الفريق ان احنا يعني يعني مش عايز اقول نعود بقوه، انما يعني يمكن الفتره اللي فاتت كان على مستوى الدوري بنكسب ومباريات حققنا يعني الفوز في مباريات كتيره يعني في على مستوى الدوري المحلي، انما ممكن يكون الاداء احنا مش مقتنعين بيه او ده مش اداء النادي الاهلي، انما مفيش شك الاداء مختلف تماما. يعني اتمنى تكون دي بدايه جديده للنادي الاهلي وترجع بقى شخصيه النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي وهيبه النادي الاهلي وتصميم لعيبه النادي الاهلي على احراز البطولات والتنافس داخل الملعب والتنافس في التدريب ما بين اللعيبه وبعضها عشان نوصل لافضل تشكيل ويبقى في وفره من اللعيبه الجاهزه. هي دي يعني السمات اللي هي المفروض تكون موجوده في دايما الفريق اللي هو بينافس على كل البطولات. وان شاء الله في تفاؤل الحقيقه الفتره الجايه، انا يعني الدوري داخلين في التنافس وان شاء الله نتمنى مواصله النجاح في البطوله الافريقيه ونستعيد اخر بطوله حصلنا عليها على مستوى الافريقي 2013 ان شاء الله يكون عندنا نصيب السنه دي باذن الله. كابتن محمود، يمكن حضرتك واحد شاركت مع النادي الاهلي في بطولات وفي انجازات عديده، وكمان حضرتك كنت موجود في الوقت اللي كان الجمهور موجود فيه، لكن الوضع اختلف. جمهور الاهلي في الفتره الحاليه يعني تشجيع من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، اناشيد بيشد أزر اللعيبة، يعني فعلا هو عنصر إيجابي جدا 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 في تطور أداء اللعيبة. إزاي حضرتك شفت الجمهور النهاردة وشفت روحه وإزاي إن هو بيقود النادي الأهلي للفوز وإنه دايما موجود في ظهر النادي الأهلي في أي موقف بيكون النادي الأهلي محتاجه؟ مفيش شك يعني دور الأهلي، دور الجماهير النادي الأهلي على مستوى تاريخه الحقيقة مفيش شك كان دور كبير الحقيقة ودور مؤثر كبير على أداء اللاعبين وإحراز البطولات. النادي تقريبا يعني النهارده كان 15,000 بس النسبه اللي هي الناس كلها كانت نفسها تروح يا كابتن. كان نفسهم في 100,000 لكن التذاكر التذاكر في ثواني في دقائق يعني معدوده. صح. كان نفذت الحقيقه ان الناس عندها اشتياق، في ناس يعني هي بتحب تروح الملعب يعني ما بتجدش متعه انها تتفرج من خلال شاشه التلفزيون وبتحب تروح الملعب. كان ركبت الملعب في برج العرب يعني مسافه بعيده وسفر ثلاث ساعات يعني هيمشي قبل ما يروح بساعتين ثلاثه وهيروح وبعد كده هيلاقي صعوبه في مواصلات لحد ما يوصل بيته يعني والعوده كمان كبيره جدا. انا بقول لحضرتك تضحيه كبيره جدا. طبعا طبعا مفيش شك الحقيقه، وزي ما كنا بنتكلم برضه في خلال يعني سياق حديثنا ان في دقائق معدوده انا كنت متابع في النادي الاهلي وكان في اصدقاء عايزين وفعلا نفذت التذاكر في دقائق. يعني نتمنى الجمهور يكون على هذا السلوك وهذا يعني يشجع بروح رياضيه طيبه والسلوك يكون فيه التزام الحقيقه عشان ما فيش شك الجمهور هيعيد نفسه للمدرجات. وان شاء الله الفتره الجايه هي يعني مع ان شاء الله ما قبل البطوله الافريقيه ان شاء الله ترجع الظروف، نتمنى انها تكون ترجع بشكل طبيعي، يرجع جمهور النادي الاهلي يلم الاستاد وما في شك ده لصالح النادي وصالح اللاعبين وده اكبر يعني معاون او اكتر حاجه بتدي دفعه للاعبين لاحراز الفوز وبالتالي الانتصارات. شايف حضرتك اداء مستر مارتن لاسارتي كمدير فني للنادي الاهلي ازاي حضرتك تقدر تقيمه؟ هو مفيش شك هو جه في ظروف صعبه جدا في النتائج والاداء، ما كانش في استقرار في الفريق، في عناصر طبعا جديده ما كان يعني انضمت للفريق مفيش شك هي بتمثل اضافه، انما حضرتك عارف عمر برضو دخول اللاعبين جدد على فريق يعني ممكن تكون تاخد بعض الوقت حتى التعارف بشكل اللعيبه يعني يبقى فيه مش عايز اقول انسجام على فكره مش في الملعب بس حتى خارج الملعب يعني الحواجز دي تتشال ممكن تكون بتاخد وقت شويه. يعني انا شايف برضو ان شاء الله المباراه النهارده هي البدايه الحقيقه زي ما قلنا عوده الروح اللي هي تكسب البطولات الحقيقه وعوده شخصيه اللاعبين وهيبه النادي الاهلي زي ما قلنا. اعتقد دي ان شاء الله المباراه دي هتكون البدايه، وانا يعني اعتقد كل الناس بتشاركني في هذا بتتفق معايا ان يعني الفتره الجايه ان شاء الله تكون احسن وفعلا دي هتمثل بدايه كبيره للنادي الاهلي وبتدينا امل كبير مش التنافس بس ان شاء الله الحصول على البطولات، وعندنا امل كبير في بطوله الدوري وان شاء الله برضو عندنا امل كبير ان شاء الله في عوده بطوله افريقيا بقى لها دلوقتي 6 سنوات تقريبا بعيده عنا،
وان شاء الله يعني تكون من نصيبنا باذن الله. حضرتك كابتن محمود، حضرتك طبعا يعني راجل فني كبير وهتفهم النقطه اللي انا اقول عايز اقول لحضرتك عليها. الاصرار من المدير الفني على انه يكسب مش بس بنتيجه، لا ده كمان يكسب باداء. يعني شفنا جمل تكتيكيه وملعب المباراه لا يساعد على كده بسبب ضغط المباريات وبسبب طبعا كثره اللقاءات وزي ما بنقول بلغه الكره الرجل فيه كتير. فهل حضرتك شايف ان دي نقطه ايجابيه تتحسب لمستر لاسارتي ان هو مصر على اسلوب لعبه ومصمم على الجمل التكتيكيه اللي اللعيبه بتنفذها في التمرين ينفذوها حتى لو ارضيه الملعب مش مساعده على كده؟ هو طبعا في الشكل والاداء النادي الاهلي والنتائج في تصاعد، ودي حاجه كويسه يعني تجعلنا عندنا ثقه كبيره في الفريق وفي اللاعبين. الحقيقه الفتره اللي جايه ان شاء الله هتكون كلها خير باذن الله. زي ما قلنا الانسجام والترابط والتفاهم بين اللاعبين اعتقد بقى بشكل كويس. يمكن كان في برضه نقد بيوجه لبعض اللاعبين الجدد، يعني انا شايف حسين الشحات على سبيل المثال يعني ناخده كمثال، لا انا شايف هيبقى ان شاء الله في انطلاقه في مستوى الفتره الجايه. يعني رايح عليك في الفتره اللي لعب فيها النهارده؟ لا كويسه هايله، وقدر يسجل الجول بشكل كويس، كان واثق من نفسه ومهاره حط يعني احرز الهدف. يعني هو لعيب كويس، وكل احيانا بتشعر يمكن في عوامل بتاثر على مستوى اللاعب، انما هو لا هو مستوى كويس ومفيش شك. يعني قدم فترة كويسة مع نادي العين الحقيقة، وقدروا يوصلوا للفاينل بطولة كأس العالم للأندية، وأدى بشكل كويس وكان فرض نفسه بشكل أساسي. الأندية الكبيرة في الإمارات الحقيقة متاح ليها إنها بالنسبة للاحتراف إنها إمكانياتها المادية تقدر تجيب أفضل لعيبة في العالم الحقيقة، إنما قدر يفرض نفسه الحقيقة. والفترة اللي كان النادي الأهلي يعني بيسعى لضمه إليه يعني هو قضى ترحيب كويس، ويمكن هو يعني ضحى بحاجات ماديه، انما هو والكلام ده هو ذكره شخصيا ان هو بيحب النادي الاهلي وعايز يرجع يلعب في مصر، ودي كانت امنيته من زمان، ودي حاجه بنحترمها فيه الحقيقه. برغم ان هو خسر ماديا، انما انا بقول له انت ما خسرتش، انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا ومن اكبر انديه العالم حصولا على البطولات، وده يعني انتباه للنادي الاهلي حاجه تشرف اي لاعب الحقيقه. وان شاء الله انا بدي كمثال يعني طبعا. ورمضان صبحي الحقيقه النهارده ارض بشكل كويس ويرجع للمستوى الحقيقي، ونتمنى يرجع منتخب مصر ويكيم له دور ان شاء الله برضو في البطوله الافريقيه تقام هنا في مصر. انا شايف كل العناصر الجديده ابتدت يعني تظهر المستوى الحقيقي ليها، وما فيش شك زي ما قلنا برضو المهم جدا عمر طبعا انت عارف كده التنافس داخل التدريب نفسه، يعني اللعيبه اللي بتلعب في مراكز واحده طبعا. بيبقى في تنافس بينهم، تنافس شريف طبعا، تنافس شريف بينهم وبين الزملاء الحقيقه. دي برده ما فيش شك بتاثر على مستوى اللاعبين، لازم يكون موجود تنافس داخل الفريق. دي بتاثر طبعا، وبيبقى عند المدرب المسؤول والجهاز الفني الحقيقه فرصه كويسه ان عناصر كتير مستواها عالي، ويقدر يحط التشكيل المناسب، يقدر يغير في التشكيل، يقدر يغير في طريقه اللعب اذا اضطر طبعا من خلال سير المباراه ان يبقى بيحتاج لبدلاء تشارك نتيجة إجهاد، إصابة، انخفاض في المستوى، يبقى عنده بدلاء بشكل كويس وبشكل جيد. أنا أعتقد إن شاء الله الفترة الجاية دي النادي الأهلي هيستعيد فعلا المستوى، وإن شاء الله عندنا فرصة كبيرة مش التنافس لإحراز بطولة الدوري العام إن شاء الله وبطولة أفريقيا إن شاء الله. حضرتك طبعا رئيس إدارة المواهب في النادي الأهلي، وإحنا بنتكلم على النادي الاهلي في واحد من اهم المواهب اللي موجوده في تاريخ مصر وهو رمضان صبحي. رمضان صبحي واحد من ابناء النادي الاهلي اللي اتولد كبير، اتولد في الفريق الاول وهو صغير جدا، بسم الله ما شاء الله ادى بشكل رائع جدا في البدايه، وبعد كده خرج للدوري الانجليزي وبيعود من جديد علشان يعني يشارك مع النادي الاهلي في احراز البطولات، ويعني يلعب في الفتره اللي جايه علشان يشارك مع منتخب مصر في بطوله افريقيا، سواء هو كمل مع النادي الاهلي او سواء رجع تاني انجلترا، ده اكيد كلنا هنكون نتمنى له التوفيق. لكن كابتن محمود، ازاي ممكن يعني نصنع اكتر من لاعب زي رمضان صبحي للفريق الاول النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه؟ هو يعني مهم الانتقاء او اختيار اللاعبين او انتقاء اللاعبين، وكل ما كان الانتقاء دوت في سن مبكره اكيد بيبقى شكل افضل، بيبقى عنده يبقى العمر التدريبي في النادي الاهلي يبقى اللعيب عنده فرصه كويسه جدا ان هو لو انضم مثلا في النادي الاهلي في سن مثلا 10 سنوات فرصته افضل ما ينضم في 15 طبعا، افضل ما ينضم في 18 سنه الحقيقه. تمام، مفيش شك الاجواء في النادي الاهلي ومستوى المدربين والاهتمام اكيد هيبقى افضل، يعني حتى لو على مستوى مصر يمكن الظروف بتبقى مهيئه لتالق اللاعب او الارتفاع بمستواه،
موجود في النادي الاهلي يمكن افضل، يعني نقول النادي نمره واحد وضع طبيعي. فدي نقطه تبقى مهمه، بس برضه هي محتاجه تركيز، وتركيز معين وشكل معين، خصوصا العناصر اللي هي اكثر موهبه، يعني لازم يكون فيها الاهتمام بيها، مش في التدريب بس، حتى في الجانب العلمي، في الجانب الاجتماعي. صح، كنت لسه اقول لحضرتك شخصيه اللاعب يا كابتن بتفرق. طبعا طبعا، حتى هو صغير بيبان عليه ان هو لاعب شخصيه ويقدر ان هو يكون قيادي ويقدر ان هو يلعب تحت ضغط والحاجات دي كلها. كابتن بتبان ان هو صغير ولا بتبان؟ طبعا مفيش شك، بس انت دورك بقى كنادي وكمدربين مسؤولين عن اللاعب الحقيقه انك تطور بقى شخصيته. عنده مشاكل في نواحي نفسيه، نواحي ذهنيه، ما عندوش تركيز. صح. في اللعب يعني في نقاط كتير هو يقدر يعالجها له، وزي ما قلنا كل ما اخذ فتره كبيره قبل صعوده للدرجه الاولى مفيش شك دي هتكون في صالحه. وزي ما قلنا برضو الاهتمام بالعناصر المميزه طبيعي يكون اهتمام بيها اكتر، زي ما قلنا من ناحيه الدراسه، الناحيه الاجتماعيه. انت النهارده اللعيبه اللي بتخرج بيجي لها فرصه احتراف خارجي، يعني الناحيه الثقافيه ما فيش شك بشكل عام مهمه بالنسبه له، اتقانه اللغه دي مهمه جدا بالنسبه له. الوضع على كابتن اتغير كتير عن طبعًا زمان طبعًا، يعني الوضع على كابتن حضرتك تتكلم في ثقافه، في لغه، في شخصيه، في علم. الوضع كان زمان لعيبه الكوره كانت ممكن تهتم بالجانب الرياضي على حساب الناحيه العلميه تماما، وده كان ليه تاثير سلبي على اللاعب جوه الملعب، مش بيعرف يتعامل مع حكم، مش بيعرف ان هو يتكلم مع اللعيبه اللي معاه، مش بيكون في تواصل ما بينه وبين المدير الفني، ممكن كمان اسلوبه يكون اسلوب غير لائق مع مدربه الاكبر منه سنا، وبالتالي يا كابتن الوضع اختلف تماما. تمام، هو مش بس مع الجهاز الفني طبعا المدرب، لا وبرده سلوكه مع الجماهير، سلوكه مع وسائل الاعلام. صح، لازم يكون برده يعني العلاقة طيبة بينه بالإعلام وبينه بين الجماهير وبينه بالأجهزة الفنية الموجودة في النادي والإداريين وزمايله واللاعبين. إحنا في تجارب كانت ممكن تنجح هي على المستوى الفني، كانت ممكن تستمر بره يعني بدون ذكر أسماء يعني، إنما أعتقد العائق اللي كان ما خلاهاش تكمل وتستمر تألقها في الاحتراف الخارجي، أعتقد مستوى الثقافة، مستوى اللغة الحقيقة مهم جدا. إحنا يعني شايفين برضو محمد صلاح بيمثل نموذج الحقيقه في علاقاته بالجماهير وعلاقاته بوسائل الاعلام، اللغه اتحسنت كتير عنده في المؤتمرات، في التعليمات بينه وبين زمايله وبينه وبين الجمهور، دي نقطه مهمه جدا، واتمنى ان يكون ده موجود في النادي الاهلي، موضوع اللغه ده بالذات يعني يبقى فيه اهتمام، خصوصا على الاقل نبدا، مش هنقدر نبدا بكل اللاعبين، يعني احنا عندنا 400 500 لاعب مثلا في قطاع الناشئين، بالعناصر المميزه اللي هي مبشره انها تقدر تلعب في الفريق الاول، تقدر يجي لها فرصه احتراف خارجي، يبقى في اهتمام بيها يعني، حتى هتوجد يعني توجد نوع من عارف انا مش عايز اقول غيره، انما يعني غيره محببه يعني، غيره ليها تاثير ايجابي على اللعيبه. انا لو لاعب وزميلي حاسس ان هو موضع اهتمام لانه مميز هحاول ابقى زيه، هحاول ابقى موضع اهتمام سواء في الدراسة أو في التعامل أو أي حاجة يعني. اللي شايف النادي بيميز اللعيب وده طبيعي، اللعيب المميز صاحب الموهبة العالية واللي هو ملتزم من الناحية السلوكية والأخلاقية أكيد بيبقى ليه مكانة كويسة وموضع اهتمام، ليه ما بقاش زيه؟ أنا لو ناقصي حاجة، ناقصني حاجة في كمستوى فني أقدر أشتغل وأتمرن، ناقص لي حاجه في السلوك اعدل من سلوكي وعلاقاتي بالناس كلها، يعني اقصد حتى الاهتمام ده هياثر على المجموعه بشكل ايجابي، يعني ممكن واحد يقول لك انت هتهتم بمجموعه ومجموعه ثانيه، ممكن دي تعمل نوع من التاثير النفسي ويبتدي يقول لك لا مش مهتم، بالعكس دي بتزود الاهتمام. اللاعب اللي شخصيته كويسه وعنده ثقه في نفسه هتاثر عليه بشكل ايجابي. نتمنى في حاجات كتير جدا تقدر تاثر على اللعيبه الحقيقه، مش الاهتمام بالنواحي الفنيه بس، يعني في تكامل في الاعداد اللاعب. اللعيبه المحترفه اللي موجوده في مصر اكيد طبعا بيقدموا شكل رائع جدا، لكن هتكلم على المحترفين اللي موجودين جوه النادي الاهلي، علي معلول واجاي، وراي حضرتك في مستواهم؟ علي معلول من مباراه لمباراه بيمتعنا. طبعا في باك ليفت يعني بيعمل كل حاجه في الكوره، باك ليفت بمميزات بلاي ميكر. يعني وان تو هات، كور عرضيه، اهداف، بيصنع اهداف، كرات ثابته، في كل المميزات اللي ممكن نشوفها في باك ليفت او باك رايت. كمان جونيور اجاييه واحد من اللعيبه اللي عندها، احنا دايما كابتن متعودين على ان راس الحربه يكون بنيان قوي فقط سريع محطه، لكن جونيور اجاييه محطه وسريع وقوي ومهاري وبيلعب بدماغه وبيلعب برجليه. عايز يعني عايز اعرف راي حضرتك في الاثنين اللعيبه دول تحديدا، هداف وصانع لعب. هو في نقطه مهمه جدا يعني مهم المدربين يهتموا بيها عند اللاعب، اللي هي القدرات العقليه، يعني مستوى التفكير عند اللاعب عشان ياخد قرار صح في الملعب لازم يبقى مهتم بالحته دي. يعني ممكن من خلال
الجانب النظري في محاضرات نظريه، ممكن عندك انت بقى عن طريق الفيديو والحاجات دي والافلام المسجله طبعًا. تقدر تشوف يخلق يشوف يعني يشرح له المواقف اللعب المختلفه دي، ما فيش شك هتدي له خبرات كويسه من الناحيه الذهنيه عشان القرار يكون سليم وتوقيته سليم. ودي انا يعني يمكن انا ذكرت النقطه دي بالذات لان يعني دي اهم ما يميز الحقيقه سواء علي معلول او اجايل. تفكيره عالي في الملعب، بياخد قرارات سليمه، توقيتها كويس، الحقيقه مهم جدا. في ممكن تلاقي لاعب على المستوى الفني عالي انما ممكن قراراته من ناحيه تتاخر في القرار، القرار المناسب حسب موقف اللاعب. لا هم اذكياء جدا يعني الحقيقه. انا يعني دايما اجايب بالذات كمان يعني بيديك، انا مستني منه دايما القرار السليم، التمريره الصح، التصرف الصح، الذكاء اللي في الملعب. الحقيقه دول ده عامل يعني مهم جدا، ليه دور كبير حقيقه في ارتفاع مستواهم الفني مع النادي الاهلي. ودي انا شايف هم برضو يعني اتكلمنا على مستوى الفريق ككل شايفين في تصاعد، وبرضو على المستوى الفردي مفيش شك برضو اجايه من العناصر يمكن الفتره دي في تصاعد، ومباراه عن مباراه الحقيقه مع مرور الوقت مستواه بيزيد، و وعلي معلول كذلك، والفرقه كلها الحقيقه يعني. حتى زي ما قلنا حسين الشحات اللي هو يمكن لعب فتره بسيطه جدا يعني، بس يا كابتن ادى فيها يعني كل ما هو مطلوب منه. طمنك على مستواه بالظبط، وفي نفس الوقت يا كابتن هي ان احنا كجمهور اهلي اطمنا على حسين الشحات نفسه، ان هو ثقته بنفسه موجوده، ان هو لاعب واثق في نفسه، ان هو لاعب عنده اصرار وعزيمه، ده اهم عندنا من الهدف اللي احرزه. طبعا وكلهم متفقين على مستواه يعني. يمكن ذكرنا النقاط اللي ممكن كانت تأثر على مستواه، دخوله على فريق جديد يعني الحقيقه الاجواء بتختلف، والشخصيات وطريقه اللعب وطريقه التدريب، انت موجود في بيئه معينه ما فيش شك لما تيجي تتغير البيئه ديت اكيد ممكن مستواك يتأثر شويه. لما بتيجي بقى التعود على البيئه اللي حواليك الحقيقه، واللاعبين سواء لاعبين ومدربين، ما فيش شك مع مرور الوقت بيظهر مستواك الحقيقي. وان شاء الله زي ما قلنا دي نقطه انطلاق، مش مثلا رمضان صبحي بس او حسين الشحات، انا شايف المجموعه كلها كويسه، كل المدافعين كويسين، خط الوسط النواحي التكتيكيه الحقيقه لو بصيت عليها برضو يعني انا شايف يعني لا النهارده انا مبسوط جدا، والناس كلها مبسوطه الحقيقه بالاداء بصرف النظر عن النتيجه الكبيره وصعودنا لدور الثمانيه. ما فيش شك زي ما قلنا انها بتدي يعني امل وتفاؤل الحقيقه ان الفترات الجايه ان شاء الله هتكون احسن ان شاء الله. السؤال صعب يا كابتن محمود، القرعه يوم الاربعاء اللي جاي، قرعه الدور الثمانيه يوم الاربعاء اللي جاي، الاهلي هيواجه احد الثلاث انديه، سان داونز الجنوب افريقي او حوريه كوناكري الغيني او النادي الرياضي القسطنطيني الجزائري او سيمبا. ممكن القرعه مفتوحه؟ لا القرعه مفتوحه؟ لا هم الثلاث انديه يعني مش لا ما ينفعش يعني حضرتك ما ينفعش الاهلي يلاعب او يلاقي النادي اللي موجود معاه في نفس المجموعه، وبالتالي الثلاث انديه اللي هم تواني المجموعات الاخرى السان داونز الجنوب افريقي او حوريه كوناكري او النادي الرياضي القسطنطيني الجزائري، هم دول الثلاث انديه الاهلي ممكن يلاعب اي حد منهم. توقع حضرتك ايه بقى؟ حضرتك شايف يعني انا عايز اعرف تمنيات حضرتك، الاهلي يواجه مين من الثلاث انديه، او شايفه ان الاهلي بالنسبه له ممكن يكون يعني خصم يقدر يتخطاه للدور قبل النهائي ومن بعدين للدور النهائي، ولا البطوله دي ما فيش فيها قوي او ضعيف، كل الانديه قويه؟ ماشي، بس لازم هتلاقي في نسبه برضو في التفاوت في المستوى. بص يا كابتن، حوريه كوناكري الاهلي لعبها قبل كده في دور الثمانيه الموسم البطوله الاخيره وكسب الاهلي على ملعبه 4-0 وصفر صفر هناك، وكان صفر صفر على ملعب حريه. طبعا سان داونز واحد الانديه الاهلي عندها خبرات طويله جدا، واحد على البطوله افريقيا. طبعا الرياضي النادي الرياضي القسطنطيني كان في مجموعه نادي الاسماعيلي، وهو بطل الجزائر الموسم الماضي، واحد من الانديه اكيد القويه الجزائريه. لكن يعني اثنين انديه افريقيه وواحد نادي شمال افريقي، انا شايف الحريه الغيني يمكن اقلهم مستوى بالظبط. يعني كابتن حورية كوناكري بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره الحاليه ممكن ان احنا نتمنى ان شاء الله القرعه تقع قدامه، لكن طبعا ما فيش مشكله لو قدام سان داونز او نادي الرياض، النادي الاهلي قوي وباسمه وبتاريخه بالظبط مفيش شك. يمكن يعني اوريك هيبه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي الكبير، يعني يمكن جت في ذهني دلوقتي سنه 84 كنا بنلعب فاينل مع كانون ياوندي كاميروني في 84، وكنا كسبنا هنا 1-0، وفي مباراه العوده جابوا جول مهمه وبالنتيجه 1-1. هي اخر ربع ساعه ثلث ساعه هم اللي تراجعوا،
وبينقلوا الكوره على اساس هم يعني وصلوا كده لاحسن انجاز ممكن بالزبط يعملوا ضد الاهلي. بالظبط ان هم يلعبوا ضربات جزاء الحقيقه. بالعكس هو كان يعني احنا كان موقفهم ده بالنسبه لنا كان في صالحنا يعني. طبعا طبعا انت بتلعب في ملعبك وسط جماهيرك ووصلت انك تبقى في نتيجه المباراتين التعادل 1-1، بالعكس انت عندك امل في ثلث ساعه تقدر تجيب جون تاني. هم تراجعوا واحنا يعني شايفين ده كان في صالحنا الحقيقه، والحقيقه كسبنا البطوله بضربات الجزاء برغم ان الفريق كان اليونان ده كان لو تتذكر انت صغير انت كنت يمكن لا بس مش ما فيش تذكر يا كابتن. 89 انا كان عندي سنه 89 89 انا 88 كان عندي سنه. لا اقل من لا انا كنت لسه لا المباراه دي كانت 84 84 لا يا كابتن انا 88 كان عندي كان عندي يعني كنت لسه ما لسه لسه ما كنتش لسه 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 بس انا مش بالسن يا كابتن يعني لا يعني اقصد الجمهور القديم يعني الجمهور القديم بس انا يا كابتن جديد او عن طريق الحكايات يعني طب معلش الفرقه دي كان فيهم 6-7 بيلعبوا في كاس العالم وما خسروش على فكره. اعتقد كان في نيجيريا وايطاليا لا كان في ايطاليا والارجنتين وفي فرقه ثالثه مش متذكره وما خسروش ولا ماتش تعادل 3 مباريات يعني بوريك مدى قوه الفرقه يعني ورغم ذلك بوريك هيبه النادي الاهلي يعني هما كده كابتن بيفكروا بالظبط هو كل فرق بيفكروا ان احنا يا رب نبعد عن النادي الاهلي بالزبط. يا رب ما نقابلوش بالزبط. ده اهم حاجه بالنسبه لهم وده اللي انا طبيعي يعني عندك اقوى فريق في افريقيا وبالتالي بدل يعني ما احنا بنفكر وبنقول نلاعب مين اكيد هما الثلاث انديه بيقولوا يا رب نبعد عن النادي الاهلي او طبعاً. ما نقابلش النادي الاهلي عشان ما نخرجش بدري من البطوله حتى على المستوى اللي هي اوائل المجموعات يعني لو في قرعه الترجي الوداد طبعا يعني برضو عن يعني هم حاسين احيانا احنا لا احنا لازم نحس يعني باسم النادي الاهلي وتاريخه مفيش فاكر يا كابتن المباراه دي يا كابتن محمود دي مباراه الاهلي وكانون ياوندي اللي حضرتك طلبتها جبناها لحضرتك على طول 84 ده كابتن في الكاميرون وواضح ان الجمهور بص يا كابتن الجمهور كان مالي الملعب وده يعني تالق طبعا يعني من دفاع النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي. المباراه دي يا كابتن انتهت ضربات جزاء يا كابتن محمود ضربات جزاء البطوله كانت صعبه جدا يعني كواليس يا كابتن كانت عامله ازاي؟ ايه الصعاب اللي كانت بتقابلكم في افريقيا مش موجوده دلوقتي؟ التحكيم اصعب حاجه تحكيم الملاعب ما كانتش جيده والتحكيم كان الجمهور بيجي يا كابتن تحت الفندق كده ويهيص ويعمل زيطه مش بيخليكوا تناموا؟ والتحكيم كمان ما كانش فيه يعني الاهتمام باذاعه المباريات على الهواء النهارده المباراه بتتذاع في تقريبا يعني في كل حته مفيش حكم الحكم اللي هيغلط هيتشاف بالظبط. السفريات كمان كان تنقل كانت مشكله كبيره النهارده ممكن عادي تاجر طياره خاصه وتسافر بيها سواء على الانديه او على المنتخب بقى السفر سهل بالطيارات الخاصه صح. كل دي كانت صعوبات بنواجهها يعني. طيب كابتن محمود الراحه الطويله اللي هتكون ما بين مباراه اليوم ومباراه نادي الزمالك اللي ان شاء الله هتكون يوم 30 مارس في بطوله الدوري العام، هل حضرتك شايف ان الراحه الطويله دي هتبقى سلبيه ولا ايجابيه؟ وازاي مستر مارتن لساتي هيستغل الراحه في صالح لعيبه النادي الاهلي اللي مش موجودين مع المنتخب؟ وازاي كمان لعيبه المنتخب اللي هترجع يقدر ان هو يعمل تنسيق ما بين اللعيبه اللي موجوده واللعيبه اللي كانت في المنتخب؟ الاجازه 3 ايام بس. انا بتكلم على الفتره من اخر مباراه يوم 16 النهارده لحد يوم 30. الفرقه هتاخد 3 ايام اجازه. 3 ايام راحه. لا كويسه جدا طبعا مفيش شك اللعيبه مجهود كبير على المستوى البدني مجهود كبير وضغوط نفسيه وعصبيه اللعيبه محتاجه تبقى ريلاكس يبعد عن جو التمرين يبعد عن اجواء الماتشات يبعد عن النادي يبعد عن زملاته مهم يروح مكان جديد او يقدر يروح يبقى ريلاكس خالص دي نقطه مفيش شك دي نقطه مهمه جدا جدا واعتقد قرار سليم هيبقى النهارده لو 16 يبقى يرجعوا مصر يوم 19 يوم 20 عندنا فتره كويسه نقدر 10 ايام او 9 ايام نستعد للقاء الزمالك الهام جدا الحقيقه لعيبه المنتخب اعتقد مش هيكون ليهم نفس التدريب يعني طبعا كده هي بص لو في اختلاف في التدريبات ممكن دول ياخدوا يعني ال 10 ايام يعني ما اعرفش الفتره هتبقى قريبه اخر المباراه النيجيريا اللي قدام 26 تمام في النايجر نايجر قبليها اخر اللي هي تحصيل حصل دي نهايه المجموعه اللي هي في نايجر ونيجيريا دول لقاءين اللي واحده لا 23 و26 بالظبط كده هو الوقت هيبقى ضيق جدا يعني اعتقد هيدخلوا مع الفريق ما فيش وقت كلها 3 ايام على مباراه الزمالك يعني ما فيش وقت يعني بس مهم جدا المجموعه اللي هنا تاخد زي ما قلت الراحه السلبيه اللي هنا
لعيبه المنتخب الاجواء هتتغير برضو بالنسبه للعيب. في ماتشات في تدريبات بس الاجواء مختلفه شويه. اعتقد هيبعدوا بشكل يعني ما بقاش نفس الضغوط بتاعت النادي ونفس الملعب ونفس الزملاء. لا اعتقد حتى لعيبه المنتخب هتشوف اختلاف وتغيير في الاجواء تغيير بشكل تغيير. الدوري يا كابتن شايف الدوري النفسيه يعني طبعا يا كابتن طبعا بطوله الدوري والمنافسه شايف المنافسه على لقب ازاي يا كابتن الموسم الحالي؟ الاهلي قادر ان شاء الله على المكسب والفوز ببطوله الدوري؟ والله متفائل الحقيقه مش عشان انتماءات يعني بس انا متفائل. وبعدين حتى لو انتماء يا كابتن من حقنا على لا ما اقصدش ممكن اكون بتكلم كمحايد طبعا يعني بحكم على الموقف كمحايد مش يعني مش على اساس انتمائنا للنادي الاهلي لا انا يعني انا شايف فرصة اكبر لينا ان شاء الله. خد بالك رجوع عوده الناس المصابه الحقيقه الفتره الجايه دي هتبقى مفيش شك هتبقى مهمه جدا وتولي مباريات ضغط المباريات دي هيبقى فيها حلول كتيره. عندك لعيبه كتير مستويات متقاربه تقدر تغير تعمل تبادل اللاعبين او الروتيشن دوت بكل سهوله وانت ثقتك هتكون افضل بالعكس معنوياتك هتكون افضل انت مستواك بيتحسن بتقرب من البطل. احنا فرق نقطه والزمالك نقص مباراه عندنا 6 نقاط بيننا وبينهم. لا ان شاء الله انا متفائل ان شاء الله وهيكون لنا حظوظ ان شاء الله ان شاء الله لا يبقى الا توفيق ربنا ان شاء الله في الحصول على البطوله. طيب هنروح يا كابتن لتقرير علشان نشوف توقع في توقعات بطوله الدوري والشكل العام وراي جمهور في بطوله الدوري العام ونرجع نكمل مع حضرتك. لا مش هنخلص قبل شهر 6. هو مش موضوع نتوقع، احنا نتمنى ان هو يخلص عشان اللعيبه تبقى جاهزه حتى للتمرين مع المنتخب وتقدر ان هي تعلى معاه ويندمجوا مع بعض وينصهروا ويدوا نتيجه في الاخر ايجابيه للمنتخب يوصلوا بيها الحل ان احنا ممكن نوصل لنهائي وناخدها تاني. ايه المشكله يعني؟ ان شاء الله احنا عايزينه ينتهي بامر الله كده على خير واحنا عشمانين في مصر وعشمانين في الرجاله بتاعتنا والاهلي حديد ان شاء الله يعني. لا مش هيلحق، هينتهي في سبتمبر كمان مش اغسطس. مستحيل جدا 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 جدا. وهم اللي بيعملوا ده هم يعني لو عملوا ده السيره اللي انت بتقول عليها دي الدوري في في فشل اتحاد كوره فشل كل حاجه. اول حاجه مش عشان خاطر الزمالك، انا زملكاوي مش عشان خاطر الزمالك الدوري اول الدوري وتحتيه دلوقتي الاهلي. دلوقتي لو الزمالك مستمر زي ما هو مستمر زي ما هو كده عمره ما يستحيل الدوري يخلص زي ما هو ما بيقول. لا قبل شهر 6 الدوري ينتهي؟ لا صعب. ممكن ينتهي وممكن لا، بس هو لو ضغط الماتشات ممكن لو ضغط الماتشات، بس في ماتشات مثلا الاهلي زي ابطال افريقيا فمش هينتهي عمره يعني بالنسبه للاهلي عشان في الكاس برضه فهيأجل الكاس وهيأجل الدوري اكيد يعني. ظل التخبط اللي احنا شايفينه ده قرارات كل شويه تطلع وماتشات تتأجل يعني في لغط كبير جدا. فيعني انا شايف ان موضوع الدوري لا ممكن يطول يعني استحالة ان هو ينتهي قبل بطولة الأمم الأفريقية. صعب طبعا، إن شاء الله الدوري الأهلي إن شاء الله في الجزيرة إن شاء الله الدوري. تبقى صعبة يكملوا بعد الأمم الأفريقية. والله هيبقى صعب لأن الأهلي دلوقتي مشترك في البطولة الأفريقية والزمالك برضه في البطولة الأفريقية والإسماعيلي. فهيبقى ضغط مباريات على اللعيبة فبالتالي هيأثر على المنتخب. فبالتالي لو استمر لو استند بعد البطولة الأفريقية يبقى أحسن. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن محمود، كان في اكثر من تصريح سابق لسياده العميد ساره السلم المديره التنفيذي لاتحاد الكوره وقال ان احنا في بنحاول ان الدوري يخلص قبل شهر يونيو وبالتالي قبل ما بطوله افريقيا تبدا. هل حضرتك شايف ان ممكن الدوري العام يخلص قبل بطوله افريقيا ولا الموضوع هيكون صعب شويه؟ هو طبعا الموضوع صعب مفيش شك، حتى لو ضغطنا شويه على الماتشات هتبقى صعبه يعني ظروف صعبه بشكل عام. ان شاء الله نجد لها حلول يعني. بس الموقف صعب طبعا، واحنا طبعا مشكله ان عندك تركيز على بطوله كاس الامم الافريقيه طبعا هي الاهم مفيش شك مفيش شك. بس انا ليه راي يعني ليه ما تشاركش انديه القمه على الاقل معاك في الحوار يعني الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات اشرك هات مسؤول من النادي الاهلي مسؤول من نادي الزمالك من نادي بيراميدز الانديه اللي تحت بتبقى عندها مشكله في الهبوط المهدده بالهبوط يعني اقصد ممكن تعمل اجتماع موسع لكل الانديه ويتم الحوار وتحط حلول كلنا نتفق عليها مفيش مشكله اسمع الراي الاخر يعني ايه المشكله.
المشكله ممكن راي يجي لك من راي من اتجاه بعيد خالص. واحنا بالعكس نحس كده ان احنا مصلحه واحده وكلنا ورا منتخب مصر ومنتخب مصر الاساس ونقعد نعمل حوار كده ونحط الجداول تنتهي وكل حاجه تنتهي ونحط نظام معين نمشي عليه الفتره الجايه. ما برضه مش هينفع تطلع حد ويقول لك انا اتظلمت ولازم مش عارف الانديه اللي هي بقى لها ماتشات مؤجله او مش مؤجله وتكافؤ الفرص وقف الفرق اللي على مستوى التنافس على القمه او اللي هي مهدده بالهبوط. طب نقعد يعني انا رايي الشخصي يبقى في حوار مفتوح وتجيب حتى لو شايف في صعوبه تجمع 18 نادي جمع انديه القمه جمع انديه مهدده بالهبوط وبحيث يعني كل واحد يدلي برايه ونوصل لحل. طب يا كابتن محمود راي حضرتك في الانديه بشكل عام المشاركه في بطوله الدوري غير النادي الاهلي راي حضرتك ايه؟ هل الدوري قوي؟ هل حضرتك شايف بطوله الدوري الموسم ده مختلفه؟ الانديه بتقدم مستويات مختلفه وفي صراع في القمه وفي صراع في القاع وده بيزيد من قوه الدوري المصري ولا حضرتك تقييمك ازاي؟ لا ما فيش شك الدوري اقوى من المرحله اللي قبل كده. يمكن الاهلي كان بيبقى بينفرد بالبطوله. يعني يا كابتن كل موسم دوري بيكون صعب؟ لا بتكلم عن بعمل مقارنه بين السنه دي والموسم الماضي. انا بتكلم يا كابتن هل بمعنى ان احنا بنتكلم على ان الدوري الموسم ده اصعب من الموسم الماضي ان كل سنه الدوري هيكون اصعب من الموسم اللي قبليه؟ ما اعرفش ظروف ايه بقى انما كل ما زاد عدد الانديه المنافسه ما فيش شك الدوري بيبقى قوي. ما فيش شك. شايف يا كابتن صراع الهبوط ممكن يكون عامل ازاي؟ صراع الهبوط باقي بس في انديه الحقيقه مهدده انديه كنا يعني ما كناش نتخيل انها تخش في الصراع على الهبوط. موجود في المركز الاخير انبي بتروجيت انبي بتروجيت النجوم دجله يعني جونه فلت النجوم شويه يمكن او بس او اه يعني اه انما هي مفاجاه برضه بتروجيت يبقى مهدد وانبي كميات كبيره قد يكون الاهتمام قل عن الفترات الماضيه لعده اسباب يعني دون الخوض فيها يعني بس لا زال لم يكن الامكانيات بس هي دايما الكره كده بتبقى فيها مفاجات يعني الحقيقه. ما فيش شك على فكره تغيير المدربين انا مش زي اللي مش حاضر في تغيير المدربين اكيد اثر كتير على مستوى الفرق. مشكله يا كابتن تغيير المدربين ده طبعا 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 الموضوع بيكون صعب قوي يا كابتن. طبعا ثلاث مدربين واحيانا اربعه بتبقى صعبه واحيانا حتى لو النتائج فيها صعوبه شويه النتائج مش كويسه وال يعني في يعني فك او بيفكروا ان هم غيروا الجهاز الفني او انا شايف في اوقات بيبقى انك تصبر وانه يستمر الجهاز الفني بتبقى افضل للفريق ما فيش شك. نروح للمنتخب يا كابتن. اتفضل. راي حضرتك في منتخب مصر والمنتخب مصر عنده لقاءين امام النيجر وامام نيجيريا واحده تحصيل حاصل في تصفيات امم افريقيا وايضا مباراه امام نيجيريا مباراه وديه. شايف اللقاءين دول ازاي وشايف حضرتك استعدادات لمنتخب مصر لبطوله افريقيا ايضا من خلال اللقاءين دول شكلهم هيكون عامل ازاي؟ هو لو الجهاز الفني او المدير الفني بتاع المنتخب يعني رأي الشخصي وانا مسؤول يعني لا انا اخد الاهم مباراه نيجيريا تبقى مباراه وديه مباراه النيجر مباراه رسميه بس هي تحصيل حاصل احنا وصلنا للنهائيات ومش هتاثر يعني في اي شكل دي اخدها كتجربه لو عايز في عناصر كده داخله اقدر اجربها في 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 المباراه ديت مباراه نيجيريا مباراه في نيجيريا بمستواها وتاريخها هيبقى ده المباراه الاقوى والعب التيم الاساسي اللي يعني اللي ممكن ابدا احط ملامحه اللي بالزبط. ممكن يبدا اول مباراه في بطوله افريقيا بالزبط. طب يا كابتن هل مش لسه بدري على ان انا ابدا احط الملامح ولا انا عندي اوريدي عناصر موجوده وعناصر انا هعتمد عليها في البطوله الافريقيه اللي جايه بس هاخد على سبيل التجربه او هاخد علشان ما حدش يقول لي انت ما جربتش هل ممكن يكون ده اللي حاضر في ذهن مستر اجاري؟ لا هيبقى بقى بتاع حوالي شهرين ممكن يكون 80 يوم بس لازم كل اعداد يبدا اعداد قوي من دلوقتي وكل ما كان يعني احتكاك قوي يبقى انت فرصه كويسه تستفيد منه فطبيعي هستفيد مش المجموعه الجديده اللي انا بجربها لا انا استفيد بيه في احتكاك قوي زي ما انت قلت كده ان شكل بقى الفريق الاساسي اللي ممكن هو اللي ابدا بيه بطوله كاس الامم. طيب هسألك سؤال تاني يا كابتن فني هل ممكن دلوقتي مدير فني يكون حاطط في ذهنه او في دماغه مين ال 11 لاعب اللي انا هعتمد عليهم على طول؟ طيب هل اللعيبه اللي موجودين دول هل ممكن يا كابتن يعني يجرب علشان يقول ان انا جربت واديت فرصه لكل الناس ولا ممكن من خلال التجارب يظهر لاعب او اثنين يخشوا في التشكيل الاساسي؟ هو طبيعي يعني هو واخد تصور او واخد قرار باللعيب الاساسيين 11 اللي هيبداوا الماتشات ده مستبعد لان في عوامل كتير قوي
وفي نفس الوقت هل هو بادئ من الصفر؟ لا طبعا، يعني مش حاطط اي مركز، عنده قام بنسبه 70%، 70 50 60 اي نسبه. انا يا كابتن سعيد، انا في بعض المراكز حضرتك لا يمكن نختلف عليها، يعني وجود تريزيجيه، وجود محمد صلاح، وجود محمد النني، وجود طارق حامد، احمد حجازي، علي جبر، الشناوي، يعني في مراكز يا كابتن كده ممكن صعب ان هو يغير فيها. ماشي ماشي صح. هو بيحط تصور تمام، وبيبقى تركيزه على المراكز اللي هو مش واخد فيها قرار، دي اللي هيبقى فيها تنافس. انما هو اكيد اكيد في تصور، في خمس مراكز ست مراكز، والنهارده بيعمل مباراه تجريبيه، بيجرب من خلال المباريات الوديه او الرسميه زي مباراه النيجر، او بيحكم برضو على اللي بيقيم اللعيب من خلال التدريبات، هتبقى يدخل بقى. النهارده انا عندي خمس مراكز، ممكن يبقوا سبعه بعد اسبوعين ثلاثه، يبقوا تسعه قبل البطوله باسبوعين ثلاثه، خلاص يبقى حاطط التصور النهائي. ده التدرج اللي بيبقى ماشي فيه المدرب. طب سؤال صعب يا كابتن محمود، يعني انت تمام كده؟ طبعا طبعا. تمام. طيب هل يا كابتن حضرتك شايف، ده سؤال صعب زي ما بقول لحضرتك، هل ممكن تتوقع مين من الوجوه الجديده اللي يكون ليه شأن مع المنتخب الفتره اللي جايه، ولا برضه ما نقدرش نحكم دلوقتي غير بعد ما بعد ما نشوف في اللقاءات اللي جايه، سواء نيجر او نيجيريا او المعسكرات او اللقاءات الوديه اللي هتكون قبل الامم الافريقيه، ولا ممكن في كده لعيب او اتنين ممكن الكابتن محمود يقول عليهم وفعلا هم دول اللي يلفتوا الانظار خلال الفتره اللي جايه؟ انت عندك عدد لا باس به بره، عدد كبير من المحترفين دول ممكن بيمثلوا الجانب الاهم في المنتخب يعني. طب يا كابتن الوجوه الجديده، هل ممكن نشوف حد من لعيب الاهلي اللي موجودين دلوقتي، الشباب اللعيبه اللي موجودين في الدوري المصري، هل بعد ضم اكتر من لاعب زي عمار حمدي وخلافه، هل ممكن نشوف دول ليهم وجود مع المنتخب خلال الفتره اللي جايه؟ هو محمد هاني منضم للمنتخب، اعتقد ده ممكن يكون له دور الفتره الجايه الحقيقه، بيأدي بشكل كويس تمام، والمؤشر بتاعه في تصاعد يعني. وكريم نيدفيد برضه ما فيش شك ان هو برضه هيبقى له دور ان شاء الله. يعني دول الاقرب اللي انا شايفه عناصر جديده. الزمالك برضه في اوباما بيأدي بشكل كويس. يعني انا شايف دول يمكن، يعني محمد هاني وكريم نيدفيد دول ممكن يكون ليهم شأن مع المنتخب في خلال الفتره اللي جايه بشكل اساسي. طب حسين الشحاته كابتن، راي حضرتك هيبقى ليه دور؟ هيلحق قبل الامم، هيبقى ليه دور وممكن يكون اساسي كمان. انا شايف متفائل، هو مستواه كويس طبعا طبعا، كل العوامل اللي هي كانت اتاخرت في عدم ظهوره بمستواه الحقيقي بتتلاشى دلوقتي. صح، انا اتفق مع حضرتك. والنهارده الحمد لله كان جوه بشكل كويس وقدم شكله واخد ثقه، دي برضه نقطه مهمه. انا عايز يا كابتن اوضح نقطه بس للناس، بالنسبه لحسين الشحات ان هو لعب 10 دقائق وان هو لعب واحرز هدف، وجوده في ال 10 دقائق دول ممكن يكون بالنسبه للمدير الفني احسن من مباراه بالكامل طبعا. ان انا كمدير فني عارف ان انا اوظف كل لاعب، وعارف ان انا امتى هستعين باللاعب ده في الفتره الفلانيه، ومن خلال الفترة أو المشاركة دي يا كابتن بيتم تقييمه، يعني الناس فاكرة إن هو مش هيتم تقييمه في الفترة دي، لا هيتم تقييمه كويس جدا. جاله كام كورة، لعب كام كورة صح، وقف كام موقف صح، وقف كام موقف غلط، كل الكلام ده يا كابتن بيحصل مظبوط؟ أنا حاسس إنه هيبقى أساسي. هو بقى ما هو الفرق بين مدرب وآخر، هو يعني لازم يكون مدرب عنده إحساس. يعني حتى أنا ممكن أقول لك إحساسي كذا، هتقول طب إيه السبب؟ ممكن أنا ما أقدرش أوصف او احدد لك النقط الاسباب 1 2 3 4 ممكن. مش شرط ان انا يعني، انت ممكن تروح انت قايل لي سؤال تاني قلت لك لا انا عندي احساس ان حسين الشحات هيكون موجود وباساسي. طب انت بتقول بناء على ايه؟ ده احساس. أنا احساس فني يا كابتن. احساس بقى نتيجه بقى خبرات في اللعب طبعًا في التدريب طبعا. بس يعني طبعًا. عارف اثبتها لك بشكل بلدي، عارف الراجل الفكهاني ده اللي هو بيخبط على البطيخه يقول لك دي حلوه او ايوه من خبرته يا كابتن، من خبرته. طب اقول له تعرفتها ازاي؟ مش عارف يجاوب. صح، عارف يجاوب؟ لا طبعا مش عارف يجاوب، هو بالخبره بالاحساس. فانا احساسي اتمنى يعني ان حسين الشحات يكون موجود في منتخب مصر الفتره اللي جايه. واساسي واساسي. طيب ده كان راي الكابتن محمود صالح في الوجوه الجديده اللي ممكن يكون ليها شان مع المنتخب الوطني خلال الفتره القادمه. تعالوا نروح وتقرير مع الجمهور ونشوف رايهم ايه، ونرجع نكمل باقي الحوار.
عمل لعيب جامد جدا، لعيب كويس قوي قوي يعني، وهيبقى اضافه واكيد واكيد هيحترف الولد ده، لانه فعلا بيعرف ازاي يقف، بيعرف ازاي يتحرك في الملعب، دي حاجات مهمه جدا في اللاعب، مش بس اللاعب ان هو يبقى قوي وحريف، تحركاته في الملعب. انت مهما كنت لعيب جامد جدا وفتنس عالي وحريف جامد، لكن ممكن تتمسك خلاص اتشليت. تحركاتك في الملعب ازاي، تبقى ذكي في الملعب. والله ان شاء الله لو صلاح محسن كويس هيتعلق جامد جدا، ودي فرصته انه يثبت نفسه. وفي واحد تاني في الاسماعيلي محمد عبد الرحمن عبد الرحمن مجدي، ده برضو مش الشباب الكويس. وان شاء الله باذن الله تعالى احنا عندنا مجموعه في المنتخب المره دي صغار السن، ده مستقبل للمنتخب، ودول اللي هيبقوا الذخيره بعد كده. عبد الرحمن مجدي الاسماعيلي، وفي صلاح محسن طبعا النادي الاهلي، في محمد هاني طبعا مكسر الدنيا طبعا باك رايت. يعني مستقبله مش وحش، بس هو يركز اهم حاجه، وصالح جمعه برضه لو يركز برضه مش وحش، بس اهم حاجه يركز في الكوره نفسها. والله انا شايف ان محمد هاني بسم الله ما شاء الله عليه، يعني في تقدم مستمر، والحقيقه بيزداد ازدهار كل مدى كده، واتمنى ان هو يكون من ضمن المنتخب القومي بتاعنا، ويظهر بنفس الصوره اللي ظهر فيها في الماتشات الاخيره مع النادي الاهلي، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله، ويوفق المنتخب المصري طبعا، نتمنى المنتخب المصري الفوز باذن الله تعالى. في محمد هاني بسم الله ما شاء الله عليه يعني، وباهر محمدي برضه كويس جدا، عبد الرحمن مجدي بتاع اسماعيلي، في كذا، وصلاح محسن بتاع الاهلي راس حرب. يعني في يعني انت لو بصيت كمان يعني هو اجيري برضك يعني نزل بالاعمار، بس احنا برضك كنا عايزين منه يعني خدمه اثنين ثلاثه يشيلوا الفرقه كبار يعني خبرات. اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح وهنسيب بقى النادي الاهلي وهنسيب منتخب مصر ونروح لدوري ابطال اوروبا، ونشوف راي الكابتن محمود صالح في القرعه القويه جدا اللي هتقام ان شاء الله يوم 9 و10 ابريل القادم. كابتن محمود، قرعه قويه، يعني يوفنتوس بيتالق امام اتلتيكو مدريد وبيعود بالريمونتادا باقدام رونالدو او براس رونالدو، 3 اهداف مقابل لا شيء، وبالتالي القرعه اياكس يوفنتوس توتنهام مانشستر سيتي، والكسبان من المباراه الاولى هيلاعب الكسبان من المباراه الثانيه، ليفربول وبورتو وبرشلونه ومانشستر يونايتد. كابتن محمود، يعني عايز اعرف راي حضرتك في القرعه وفي شكل البطوله، وتوقعاتك ايه بقى؟ البطوله دي كمستوى ما تقلش عن كاس العالم؟ اقوى. ممكن، لان فعلا فيها اقوى لعيبه في العالم. بالظبط بالظبط. طب كابتن، انت بتشجع مين يا كابتن؟ ريال مدريد صح؟ لا خالص بجد؟ لا، انا بحب برشلونه. كل الجيل بتاع حضرتك بيشجع ريال مدريد؟ كل الجيل؟ معرفش، لا انا بحب والله برشلونه. اصل خد بالك، ارتباطنا بالانديه دي ممكن يكون ارتباط بلاعب، انا بحب ميسي فبشجع برشلونه. طب مين يا كابتن اللاعب اللي كنت بتحبه وحضرتك بتلعب؟ يعني عالميا. عالميا؟ ما كانش ميول يعني في اتجاه واحد، يعني بحبهم يعني كلهم يعني. طب مين يا كابتن مثلا، هل في حد كابتن محمود كان بيحبه يتفرج عليه يشوف ان هو يعني طريقه لعبه قريبه ليه شويه؟ كان في سيرد باك رقم 4 في المانيا اسمه كارل هاينز، مش فاكر بالاسم، بس كان لعيب كويس قوي. بس انا شوف على كام، بص على كام سنه بتكلم من زمان. طب فتره الثمانينات يا كابتن، او فتره التسعينات، ممكن مين من اللعيبه اللي كابتن محمود صالح برضه كان بيشوفها او كان بيحبها على صعيد مركزه؟ لا، مركزي، ما انا قلت لك هو في كارل، مش كارل هاينز رومينيجا. لا مش رومينيجا، في لا كارل حاجه هاينز حاجه تاني كده. للاسف انا مش متذكر اسمه. طيب لو اتكلم 4 في منتخب المانيا كان سيرد باك. طيب القرعه كابتن، شايف اياكس ويوفنتوس مين الاقرب للفوز؟ يوفنتوس. طب يا كابتن، اياكس طلع ريال مدريد، كسب ريال مدريد 4 وحد. بص مفيش شك ان رونالدو عمل قيمه لكل المجموعه اللي في الملعب دي، وانا كنت في اشد يعني مستعجب جدا ازاي وافقوا انه يرحل،
لعيب بيجيب لك 50 جون في السنه في الموسم. اه اصلا انا حاسس، تعرف اللي بيخليني حاسس، تعرف يا كابتن ان هو ممكن يتوقف، يعني هو عمل حركه بعد نهايه المباراه الاخيره فممكن تؤدي الى وقفه. لكن طبعا ده اتلتيكو مدريد اللي بيشتكي رونالدو، وبالتالي لسه مش عارفين الاتحاد الاوروبي هيوقف رونالدو ولا لا. لكن حضرتك شايف لو ما لعبش ممكن تاثر معاه سيميوني برضه عملها وجابوا الصوره بتاعته. بس يا كابتن بقى يعني يعني هي الفكره بس ان حضرتك ايه هيقول اشمعنى ده ما توقفش واشمعنى ده توقف، فممكن يكون في لبسه في الحته دي. يعني حضرتك تتوقع فوز يوفنتوس على اياكس؟ طب لو اياكس حقق المفاجاه تبقى مفاجاه تانية على التوالي بعد ريال مدريد؟ انا رايي الشخص مفاجاه كبيره، وفوزهم على ريال مدريد كان مفاجاه. لا انا اللي عايز اقوله يعني ساعات لك ايه الفرقه ما توقفش على لعيب واحد، لا ممكن توقف على لعيب واحد. صح انا اتفق معاك. طب ما تشيل ميسي من برشلونه. لا يا كابتن ميسي لما تشيل كسبنا ريال مدريد 5. معلش يعني ده بتكلم كفات. لا مش ظروف المباراه. لا عارف يا كابتن انا بتكلم لا كده. طيب الافضل ليوفنتوس لو صعد زي ما حضرتك ما بتقول، هل الافضل ان هو يلعب توتنهام ولا يلعب مانشستر سيتي؟ وراي حضرتك ايه في المباراه دي تحديدا، علشان خاطر الفرقتين هيلعبوا بعض في 10 ايام ثلاث مباريات، اثنين في دوري الابطال واحده في الدوري الانجليزي، مين يفوز يا كابتن، السيتي ولا توتنهام؟ لا السيتي طبعا على الورق. طيب مش على الورق بس، طب في الملعب على الورق وفي الملعب. طيب ازاي يا كابتن؟ انا بس طبعا عشان محمد صلاح بشجع ليفربول، وعلى فكره انا كنت بحب ليفربول من يورجن كلوب اللي هو المدير الفني، انا حبيته فبقيت احب ليفربول، بعد كده صلاح انضم فبقى يعني الانحياز ليهم اكبر. احنا جبنا لحضرتك اللاعب اللي حضرتك كنت بتقول عليه كارل هاينز فورستر. ايوه بالظبط شفت يا كابتن، رقم 4 برضه. صح ده كان وحش مع ان جسمه عادي مش جسمه ضخم قوي لا بس وحش في الملعب مش وحش البنيان القوي، بتكلم على الوحش. طيب يعني عايز اقول لك على حاجه مثال يا كابتن، وحضرتك مش عارف تتفق معايا ولا تختلف معايا، ان لقاءات النوك اوت ستيج او المباريات الاقصائيه ما بيكونش فيها قوي وضعيف، يعني توتنهام ومانشستر سيتي على الورق السيتي يفوز، لكن يا كابتن شفنا ليفربول امام مانشستر سيتي في الجوله الاخيره في النسخه الاخيره، المان سيتي هو بطل الدوري الانجليزي لكن ليفربول فاز عليه في اللقاءين مع ان ورقيا السيتي اقوى. فهل ده فعلا يا كابتن مقياس ان البطولات الاقصائيه الملعب الوضع بيكون مختلف؟ هو مفيش شك المستويات متقاربه جدا، وخد بالك انت بتبقى محظوظ، يعني في حاجه احنا لازم نوضحها ايه، يقول لك الفورمه الرياضيه، يعني مستوى اللاعب من الناحيه البدنيه بقى والخططيه انت ممكن تلاقي فيه العناصر المميزه عندك بالصدفه بقى كده بقى بعيد عن الفورمه الرياضيه بتاعتها، تلاقي فيه انخفاض في المستوى فمش ما تكسبش لعيب مش يعني دي ورده ما اللاعب مش عمر مش هيبقى مستوى عالي صح ثابت صح طيب مستواه بيقل، فممكن في توقيت المباراه ده تلاقي اثنين ثلاثه مميزين عنك بالصدفه هم خارج الفورمه الرياضيه دي تاثر على الاداء وتاثر على النتيجه. انا بقول يا كابتن ان السيتي وتوتنهام، السيتي لو المباراه راحت على الكره على الارض يفوز. مين؟ انا بقول لو السيتي لعب كره على الارض وتوتنهام ما اخدوش في سكه الكرات العاليه سيتي يفوز، توتنهام لو لعب كرات عاليه ولعب بقوه وكرانر توتنهام يفوز. ممكن. طيب بس العناصر المميزه اكتر في السيتي، والعناصر اللي هي عدد العناصر اللي هي قادره على التهديف في المان سيتي كتيره، في 6-7 ممكن يجيبوا جوان. طيب ويهدفوا. بورتو ليفربول شايف مين افضل؟ الموسم الماضي ليفربول كسب بورتو 5-0. احنا محمد صلاح طبعا برشلونه واليونايتد. احيانا الواحد من تعصبه تقول له مين اللي هيكسب، هو ممكن يكون الجانب الثاني ده هو الافضل فنيا وبتاع هو المرشح، لا يقول برضه الفرق اللي بيشجعها. طب برشلونه واليونايتد مين يفوز يا كابتن؟ ماتش صعب جدا، اليونايتد طبعا مستواه برشلونه. بص يا كابتن اليونايتد في المجموعه كان مع اليوفنتوس، خرج من اليوفنتوس راح لدور ال 16 ضد باريس سان جيرمان، خرج من دور ال 16 لدور الثمانيه مع برشلونه، حظه سيء جدا، مفيش ولا فريق ضعيف وقع ضده في المجموعات ولا حتى في الادوار الاقصائيه. بس باريس سان جيرمان الحقيقه بيلعب المان يونايتد هو كان في الاوف داي، لا يعني عناصر مميزه، في عناصر مميزه قوي اللي هم يصنعوا الفارق زي ما بيقولوا يعني ما كانوش في الفورمه الرياضيه. طب ما تجاوبنيش مين يا كابتن هيفوز، يونايتد ولا برشلونه؟ برشلونه. برشلونه؟ عشان بتحب ميسي ولا لا هو صعب المباراه صعبه. يعني ما ينفعش يعني برشلونه ممكن يفوز ولا اليونايتد ممكن يعمل مفاجاه؟ يفوز اللي ممكن يعمل فرق هو ميسي. هو ده العنصر. يعني كونتينيو لا عثمان ديمبلي لو رجع قبل الاصابه كل دول لعيبه عاديه. ميسي عمل لهم سعر. وكل لعيبه ريال مدريد حلو حلو ميسي عمل لهم سعر ده يا كابتن. لا لعيب ريال مدريد بنزيما مش عارف ومين 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 طب رايك في عوده دلوقتي عاديين. طب رايك في عوده زيدان لريال مدريد؟ كسب النهارده 2-0 يعني عمل الطبيعي، وقف نافاس مكان كورتوا، لعب اسكو وهو جاب الهدف من اسكو هدفين المكسب طبعا الفتره اللي فاتت وجارث بيل لعب، فرايح حضرتك سريعا كده تقول لي جارث بيل برضه في فترات بس لعب النهارده وجاب هدف هو واسكو. لا
رأي حضرتك ايه سريعا كده؟ هو لا العامل النفسي اكيد في صالحه يعني، حتى مبدئيا حتى لو مفيش فروق ملوش اي تاثير من الناحيه الفنيه. هو العامل النفسي هو علاقته كويسه، هو نجم كبير وله شعبيه وله اسم وعلاقته كويسه باللعيبه، اخذ 3 بطولات متتاليه، بطولات دوري الابطال الاوروبي، فالعامل ده هو ما لحقش يعمل حاجه فنيه صح، انما ده التاثير النفسي. انما ممكن فنيا زي ما انت قلت كده برضو ان هو يلم الدنيا، لا تبادل بعض اللاعبين يعني عوده بعض اللاعبين اللي هم كانوا بيشاركوا بشكل اساسي معاه وحطهم في التشكيله الاساسيه. كابتن محمود صالح رئيس لجنه اداره المواهب ونجم النادي الاهلي، شرفتنا ونورتنا كابتن، بشكرك على شكرا جزيلا. وانا سعيد انت ابننا يعني، ربنا يخليك يا كابتن، شرف كده متالق يعني، ربنا يخليك ان شاء الله. طيب ده كان الفقره الاولى الحواريه مع كابتن محمود صالح. هنروح لتقرير راي الجمهور في قرعه دوري ابطال اوروبا وهنشوف رايهم ايه، وبعديها نرجع علشان تكونوا مع نجم النادي الاهلي الكابتن خالد العواضي في فقره الالعاب الاخرى. وزنة طبعا اكيد يعني، انا كنت متخيل او خائف ان انا تبقى ليفربول مع برشلونه هتبقى مواجهه شديده في الاول يعني، فالحمد لله جت سهله شويه ان شاء الله ونقدر نكمل فيها. متهيألي بالنسبه لليفربول مع بورتو الفرصه كويسه انهم يعدوا الدور اللي بعد منه يعني، كويس على الاقل بعدوا عن برشلونه مثلا، فده افضل يعني. ومانشستر سيتي برضه شفت انها جت في مصلحه ليفربول طبعا، هتقابل فرقه مش قويه جدا زي بقيه فرقه بورتو البرتغاليه، فاقل شويه من مستوى بقيه الفرقه طبعا، ولو كان طبعا وقعوا مع فرقه من الفرق الكبيره طبعا كانت هتبقى صعبه بالنسبه لهم، واحنا همنا في المقام الاول محمد صلاح يكون موجود في المباراه ديت عشان يقدروا يكملوا في الادوار اللي بعد كده تاني، وربنا يكرمه ان شاء الله ويسجل يعني ويعود للتهديف تاني ان شاء الله بالنسبه للمباراه دي. حاجه جميله، قرعه متوازنه ان شاء الله، ليفربول مع بورتو، ودي فرصه كويسه ليفربول ان هو يتخطى المرحله دي، وعشان طبعا احنا كلنا بنشجع محمد صلاح ونتمنى له التوفيق باذن الله، وربنا يوفقه ان شاء الله ياخد الكاس بقى بدل الوصول النهائي يبقى الكاس ان شاء الله. والله انا شايف ان محمد صلاح ليفربول وبورتو ده بالنسبه لنا افضل اختيار، لان ده القرعه كده اعتقد في مصلحه ليفربول، لان في ماتشات تانية قويه زي مانشستر وبرشلونه، فاعتقد ده هيبقى اقوى ماتش، وبعد كده برضو ان صلاح بعيد عن سكه يوفنتوس ورونالدو والسكه. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، بعد ما استمتعنا مع الزميل عمر ربيع ياسين بالحديث مع كابتن محمود صالح على كرة القدم، نتنقل في الفقرة الأخيرة من الأهلي الليلة النهاردة في الألعاب الأخرى. النهاردة ما شاء الله عندنا يعني نتائج عظيمة لفرقنا، نتائج مهمة جدا، نتائج لكل فرقنا الجماعية، نتائج مبشرة جدا، ومعانا النهاردة الكرة الطايرة وبطولة أفريقيا لكرة الطايرة سيدات. هبدأ بس بكلمة، هبدأ للجمهور العظيم، جمهور النادي الأهلي اللي بيحب النادي الأهلي وبيشجع النادي الأهلي، لأن هو السند الحقيقي للنادي الأهلي في كل الرياضات. نطلب الجمهور، عندنا بطولة أفريقيا جاية اللي هي كرة الطايرة سيدات، وقدر مجلس الإدارة ما شاء الله يعني بنشكرهم جدا بعد تعب كبير إن هو يدخل 300 واحد من الجمهور أو عدد محدود من الجمهور، نتمنى من الجمهور الالتزام لأن في قلة من الجماهير يعني بتتعصب شوية، نتمنى نلغي الموضوع ده. تشجيع النادي الأهلي هو التشجيع الحقيقي، هو المكسب الحقيقي للنادي الأهلي. هنلتزم بكل مبادئ وأخلاقيات النادي الأهلي ونقول لكل الجمهور يا ريت دايما تشجع النادي الاهلي، النادي الاهلي فقط ولاعيبه النادي الاهلي، لان فعلا اللعيبه دي بتحتاج كلمه اهلي اهلي في المدرجات، بتحتاج اسلوب قوي جدا بتديهم باور وحماس وروح عاليه جدا 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 في المرحله اللي جايه، بطولات مهمه وفاينل وكذا فاينل في بطولات محليه، محتاجين الجماهير للنادي الاهلي تساند النادي الاهلي، تساند اللعيبه على ارض الملعب عشان يحققوا النتيجه وكلنا نفرح بنتائج النادي الاهلي. اتمنى دي يكون كلمه سريعه للجماهير العظيمه تاني مره الواقفه والسانده دائما وابدا لفرق النادي الاهلي. ان شاء الله في المرحله الجايه باذن الله لازم نقف وراه ونقف نشجع النادي الاهلي ونسبورت اللعيبه على ارض الملعب علشان نلاقيهم باذن الله بيكسبوا البطولات اللي احنا كلنا بتفرحنا تماما. هنبدا باول اخبارنا النهارده وفوز مهم رجال بالنادي الاهلي، الفوز على الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لبطوله كاس مصر، كسبنا 61-60. المباراه اقيمت فين؟ في صاله 6 اكتوبر
في صالة 6 أكتوبر وحضرها عدد قليل من الجماهير الوفية للنادي الأهلي، وقدر الحمد لله يجتاز عقبة مهمة جدا للوصول للدور النهائي اللي المباراة هتكون مع نادي الجزيرة اللي كسب نادي سبورتنج. لازم نطلع ليه تليفون مهم جدا، وهو المدير الفني للنادي الأهلي الكابتن طارق خيري اللي قدر يقود الكتيبة الرجال وكتيبة اللاعبين بالوصول إلى الدور النهائي. كابتن طارق خيري مساء الخير. خيرات يا كابتن خالد. ألف مليون مبروك كابتن طارق، فوز مهم، فوز صعب على نادي قوي جدا لكرة السلة نادي الاتحاد السكندري. الله يبارك فيك يا كابتن خالد. قول لي المباراة مشت إزاي؟ عملنا إيه؟ تطورات المباراة يعني فرق بونت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. احنا من اول كتير احنا ليد تمام لحد نهايه المباراه، يعني تقريبا ما كانش ما طلعش بسكور عالي علينا. احنا طول الجيم احنا ليد 10 بونت 8 بونت 12 بونت لحد نهايه المباراه. حصل كده زي اخطاء من اللعيبه، عملنا درو وباقي 11 ثانيه طلبنا التايم اوت، عملنا لعبه معينه وصلت التود واخد منها مسافه متوسطه، خد منها شوطين شوطين وان مور. خلص الجيم في الاخر كده، كان باي بونت او بونت وليهم تراي اخر الجيم. الحمد لله ما قدروش يسجلوا. الف مبروك. كانت مباراه صعبه جدا، كانت مباراه صعبه، وعندك الاصعب مع الجزيره في الفاينل ان شاء الله، لان كسب نادي سبورتنج برضو في الدور قبل. ما كناش عارفين مين هيكسب، احنا كنا بنتعامل مع مباراة الاتحاد ان احنا لاعب فرقه محترمه ومهمه، ودي برضو نستعد تنافس على حاجه نتقابلها في تاني بطوله السيمي فاينل وتقدر تحقق مكسب وتوصل فاينل. ده انجاز للولاد، لان انا عندي اصابتين في ماتش الاتحاد اللي كان من ثلاث ايام. رامي جنيدي جزع في الرباط الخارجي والسلعاوي الكادمه في الركبه، عملنا له رشح، فمش اتنين ما لعبوش النهارده، الباقي كانوا رجاله النهارده. الف مليون مبروك كابتن طارق، دايما يعني متحمل الكثير والكثير. بعد مباراه الاتحاد السكندري المره اللي فاتت حصل شويه هجوم، لكن قدرت النهارده تعوض وترد وتقول النادي الاهلي موجود وبقوه في جميع البطولات. قول لي طمني على الفريق في بطوله افريقيا ومباراتين نادي سموحه القادمين. الحمد لله رب العالمين. السلعوه هيكون طبعا بقى كويس. عندنا الاثنين محترفين، الناس دايما بتسال عليهم، اولمز البيلي الثاني. الناس يعني بيقولوا لا مش متاقلم، هو الولد ماشي في التمرين كويس قوي، بدا يتاقلم مع الفرقه. ان شاء الله يبقى اضافه في الدور الثمانيه وفي الفاينل. بالنسبه لافريقيا احنا بس بنتمنى ربنا يبعدنا عن الاصابات يا رب. انت بتلعب ماتشات كلها جامده دلوقتي، انت لاعب الاتحاد ماتشين اتحاد في خلال خمس ايام، وبعدين بعد بكره جزيره ماتش جامد، وبعدين اربع ايام دور الثمانيه. فالواحد بيحاول على قد ما يقدر ان الناس تعمل روتيشن بين الاولاد كلهم، ان ما يطلعش في الاخر عندي ازمه تاثر عليها في بطوله افريقيا. قول لي هنستعد نفس الوقت تحقق تارجت انك عايز تكسب بطوله للنادي ده. تمام. طيب قول لي هنستعد ازاي لمباراه الجزيره اللي جايه بعد بكره على طول؟ احنا عندنا ماتشات الجزيره كتير معانا، سجلنا لهم احنا ماتشات مع فرق اخرى. ايوه. احنا مقطعين الماتشات دي، بنقعد نتفرج عليها بكره قبل التمرين. امكانيات كل لعيب، الشغل الهجومي والدفاعي بتاع نادي الجزيره. وعندنا تمرين بكره بنراجع عليه عملي جوه الملعب، ازاي نوقف مفاتيح اللعب عندهم. وازاي يبقى احنا عندنا مفاتيح لعب في الهجوميه على 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 لعيبه معينه عندهم او في السيستم بتاعنا. بيبقى دايما شغلنا مع كل الفرق كده. تمام. كابتن طارق خيري الف مليون مبروك. نبارك لك ان شاء الله في المباراه اللي جايه وفي الفاينل باذن الله، ونتمنى ليك باذن الله مسيره ناجحه باذن الله. السنه دي بداتها بدوري السوبر، عفوا بداتها ان شاء الله بداتها بدوري المرتبط، وان شاء الله تنهيها باذن الله بكل البطولات السنه دي. كابتن طارق خيري الف مبروك وشكرا جزيلا لك. معانا نادي الاهلي، نروح لكره اليد ولعب النادي الاهلي في الجوله العاشرة مع فاز عليه 34-30. الاهلي وصل للنقطه 32، يتساوى مع نادي الزمالك اللي كان بيحتل المركز الاول بفارق نقطه بسبب النادي الزمالك تعادل مع نادي سموحه. بكده الماتش اللي جاي نادي الاهلي هيقابل نادي سبورتنج ان شاء الله باذن الله في القاهره يوم الخميس اللي جاي. نروح للكره الطايره برضه، داخلين على دور قبل النهائي.
الاهلي هيقابل الاهلي هيقابل الشمس في نهائي كاس مصر للرجال. النادي الاهلي في الدور قبل النهائي، عفوا انا اسف، الدور قبل النهائي النادي الاهلي بيقابل نادي الشمس في الدور قبل النهائي اللي هيتلعب بكره باذن الله بالليل على صاله استاد القاهره. الماتش بكره الساعه 6 على صاله 2. الاهلي بيحتل الترتيب العام في الدوري ب 29 نقطه بفارق 5 نقاط عن نادي الزمالك. نروح للخبر وكابتن حمدي الصافي بيستقر على التشكيل النهائي للاعبات اللي هيخوض بيهم البطوله الافريقيه ان شاء الله اللي هتقام اللي هي بدات النهارده فعلا رسميا على ارض النادي الاهلي. وان شاء الله بكره الاهلي عنده مقابله مهمه مع نادي كانون من الكونغو الديمقراطيه، لكن هنقول مين اللاعبات اللي استقر عليهم التشكيل الكابتن حمدي باذن الله. ايا الشامي ندى وليد، مروه مجدي، والاوكرانيه كاترين ومريم مصطفى، نهله سامح وشروق فؤاد، ساره امين، فريده العسقلاني ونرمين المنشاوي، ميار خليفه وسهيله وفيق، رانا الجوهري ومريم المتولي. الاهلي هيبدا قلت لكم اول مباراه بكره باذن الله الساعه 9 منقول على الهوا هنا، وهنبدا الاستوديو التحليلي الساعه 7 باذن الله، 8 الافتتاح الرسمي للبطوله باذن الله، لان كان في مباراه النهارده بين الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري اللي هي في كره القدم، والحمد لله الاهلي تخطى المجموعة ووصل للمرحلة الثانية. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي مباراة كرة القدم، وإن شاء الله نبارك النادي الأهلي في كل بطولاته وكل مبارياته. معانا تقرير لكابتن حمدي الصافي اتعمل معاه بعد القرعة اللي حصل فيها، خلينا نخرج تقرير لكابتن حمدي الصافي وترجعوا لنا مرة ثانية. الحمد لله القرعه جت متوازنه، المجموعه بتاعتنا متوازنه، في فريق نيجيريا، فريق كونغو، فريق بوركينا فاسو، تدينا فرصه ان احنا نشرك كل اللعيبه في الدور الاول، نقف على جاهزيتهم ونحضر اوراقنا ان شاء الله للادوار المهمه القويه، لان طبعا بينتظرنا في الادوار الجايه مباراه قويه. عارفين كل القوى الافريقيه في الطايره سيدات موجوده، فرق كينيا جايه بثلاث فرق قويه، فرق الجزائر فريق قوي، فريق تونس فريق قوي، فريق كاميرون فريق محترم. الحقيقه الدور اللي بعد كده هيبقى ادوار جامده جدا وقويه، فالحمد لله المجموعه ادتنا فرصه ان احنا نجهز لعيبتنا وندخل في البطوله بشكل متدرج ان شاء الله. والله انا مبسوط جدا من المعسكر، بشكر طبعا مجلس اداره الاهلي انه اتاح لنا الفرصه مزيد من التركيز ومزيد من الاعداد. المعسكر كان فيه تركيز عالي جدا، اللعيبه كلها كانت مركزه، كله كان عاوز يخش القايمه وكله كان عاوز يبذل جهد مضاعف بحيث يعوض البطوله العربيه. وان شاء الله انا حاسس باذن الله من تركيز اللعيبه ومن تركيزهم في التدريبات والمباريات الوديه ان شاء الله ان خير باذن الله جاي. طبعا النادي الاهلي نادي عريق جدا، وانا عايز اقول لحضرتك ان دي البطوله رقم 42 ليا في عضو لجنه منظمه. النادي الاهلي جدير بكل تنظيم، النادي الاهلي ممكن ينظم في خلال اسبوع بالظبط، لان في فريق عنده وعنده كوادر كبيره جدا يقدر ان هو فعلا يستطيع ان هو ينظم اي بطوله حتى لو جايه له طارئه، وده حصل الكلام ده سنه 2012 كان في بطوله في المغرب وحضرتك قبل 15 يوم اعتذروا عنها. النادي الاهلي فعلا نظم بطوله في اقل من 10 ايام، الكلام ده حصل قبل كده. بالنسبه للجنه الاستقبال ده يعني اول حاجه اللي هي الفيرست امبريشن، انت حضرتك بتقابل الناس، مقابلتك للناس هي دي اللي بتحكم بقى على نجاح البطوله. طبعا كل الفرق بتيجي، في فرق مثلا عامله 18 ساعه سفر من افريقيا، في فرق عامله 10 ساعات. حضرتك راحت الناس دي مهمة جدا. الاستقبال حضرتك أنا معايا فريق كامل، مصطفى وماجد وأميرة، الحقيقة بذلوا مجهود كبير جدا. كان في مفاجآت في الاستقبال، يعني احنا رحنا نستقبل مرة فرقة لقيناهم ثلاثة تمام، ما كانوش مختارين. طبعا الكلام ده كله حضرتك محكات احنا بنتحط فيها، ربنا كرمنا الحمد لله، الناس كلها جت على اكمل وجه. باقي ثلاث فرق، المفروض فرقتين جايين النهارده وفرقه بريزون جايه بكره الكيني، نتيجه برضو ما وجدوش حجوزات، ان شاء الله هيجوا برضو. احنا استقبلنا كل اعضاء رئيس لجنه الاحتكام واعضاء لجنه الاحتكام، قابلناهم على اكمل وجه، هم الحقيقه جم شكروا. فيعني احنا حضرتك النادي الاهلي
اولا بالنسبه للتنظيم طبعا انا بشكر اداره النادي الاهلي على التنظيم، لان طبعا كما متوقع زي ما حضرتك بتقول انا بلعب في النادي الاهلي من فتره طويله، وكل بطوله بننظمها كنادي اهلي بتبقى على اعلى مستوى. ما كانش في شك ان الاهلي نظم بطوله كويسه. القرعه كانت صعبه شويه لان طبعا في 17 فريق وبتضم احسن 7 8 فرق في افريقيا متواجدين بالفعل. مجموعتنا في نادي الشمس مع السجون الكيني والمجمع البترولي الجزائري واسيك كوت ديفوار ونكومبا الاوغندي. المجموعه متوازنه لكن فيها طبعا فرقتين تقال، يعني اللي هو جي اس بي اللي هو المجمع البترولي الجزائري والبريزنس الكيني، فرقتين جامدين. لكن احنا ان شاء الله حظوظنا موجوده وربنا يسهل كده واللعيبه يبقى عنده حسن الظن ويقدم مباريات كويسه. زي ما سمعنا كابتن حمدي صافي بيتكلم ان في معسكر اعداد كويس للفريق كره الطايره السيدات، نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم الخير بكره باذن الله في اول مباريات. النادي الاهلي حامل لقب البطوله الماضيه اللي كانت على ارض النادي الاهلي السنه اللي فاتت، نتمناها ان شاء الله الاحتفاظ بالالقاب. عندنا نجمات فعلا في فريق الكره الطايره السيدات، ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه وباذن الله يقدروا يحققوا المراد وهو التتويج ببطوله افريقيا ان شاء الله للانديه السنه دي على ارض النادي الاهلي. بكره ان شاء الله الافتتاح تاني مره الساعه 8 الاستوديو التحليلي، الساعه 7 والساعه 9 المباراه بين الاهلي وفريق كانون. خلينا امبارح كان في النادي الاهلي قرعه البطوله، قرعه البطوله رقم 27. الاهلي هو الاكثر تتويجا بها، 9 القاب للنادي الاهلي المصري. خلينا نقول المجموعات اللي تواجد فيها الاربع مجموعات. النادي الاهلي تواجد في المجموعه الاولى مع الجمارك النيجيري يو اس اف يو اس اف البوركيني وكانون من كونغو الديمقراطيه. المجموعه الثانيه بتضم قرطاج التونسي، دي جي اس بي كونغولي، ونادي سبورتنج المصري، ونادي البنك التجاري الكيني. المجموعة الثالثة الأنابيب الكيني ونادي الصيد المصري وريفينيو الرواندي وفاب الكاميروني. المجموعة الرابعة وهي المجموعة اللي فيها 5 فرق، مجموعة مختلفة شوية، السجون الكيني أسيك موموزا ساحل العاج ونوكومبو الأوغندي والمجمع البترولي الجزائري ونادي الشمس المصري. النهاردة بدأت البطولة، بأربع مباريات، المجموعة 5 مباريات. المجموعة الأولى اتلعب فيها من نادي يو اس اف اي من بوركينا فاسو مع الجمارك النيجيري، الجمارك النيجيري بيفوز بنتيجة 3-0 بنتيجة أشواط 25-3 و25-9 و25-17. المجموعة الثانية البنك التجاري الكيني ودي جي اس بي الكونغولي، والبنك التجاري الكيني بيفوز 3-0 بنتيجة أشواط 25-14 25-12 و25-17. نروح للمجموعة الرابعة وتلعب فيها أسيك موموزا باع الأوفواري مع جامعة نوكومبو الأوغندي، وكسب جامعة نوكومبو الأوغندي 3-0 بنتيجة أشواط 25-13 و25-9 و25-19. في المجموعة الثالثة نادي الصيد المصري لعب مع نادي فاب الكاميروني، بنادي فاب الكاميروني بيفوز على نادي الصيد المصري. اعتقد نادي الصيد برضو ما عندوش الخبرات الافريقيه المطلوبه، لكن ان شاء الله في المرحله اللي جايه يكون ليه تواجد على الساحه الافريقيه. نادي فاب الكاميروني كسب 3-0 بنتيجه اشواط 25-22 و25-14 و26-24. اخر مباراه كانت مع نادي الشمس، نادي الشمس عنده خبره في اللعب الافريقي، قبل كده وصل الدور النهائي في تونس، لكن النهارده بيخسر من المجمع البترولي 3-2. مباراة قوية جدا. أول شوط كان المجمع البترولي 25-15، تاني شوط كان لنادي الشمس 25-22، وتالت شوط لنادي الشمس 25-17، يعني كان نادي الشمس كسبان 2-1. وفي الشوط الثاني أو في الشوط الرابع 25-20 للمجمع البترولي الجزائري، والشوط الأخير 15-10. يعني بنات نادي الشمس بصراحة قدروا يعملوا مباراة قوية مع فرقة مصنفة من الفرق المصنفة في البطولة، المجمع البترولي الجزائري، قرطاج التونسي، الأنابيب الكيني، والسجون الكيني، والأهلي المصري، الخمسة مصنفين للبطولة. إن شاء الله نتمناها أهلوية، إن شاء الله بإذن الله الاستعداد قوي جدا. بكرة حفل الافتتاح
ان شاء الله حفله تعزمك الدكتور سراج كان موجود معانا، هو رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، واتكلم على حفل الافتتاح وقال ان هو في حفل افتتاح سامبل جدا، حاجه بتنم عن تاريخ كره الطايره في النادي الاهلي، بان النادي الاهلي عامل 9 ألقاب من اجمالي البطولات ال 27، وده اكبر نادي عامل بطولات في دوري الكره الطايره او في بطوله افريقيا للكره الطايره. خلينا نروح لتقرير عن القرعه، وكان معانا تقرير عند الدكتور محمد سراج بيتكلم فيه عن القرعه وعن بطوله افريقيا وكابتن رؤوف عبد القادر والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي. شوفوا التقرير وترجعوا لنا مره ثانيه. الحمد لله البطوله زي ما انت قلت، يعني طالما النادي الاهلي بينظمها فلازم يبقى الهدف الرئيسي ان البطوله تطلع بالشكل اللي يليق باسم النادي الاهلي. كان عندنا في البطوله من البدايه من ساعه تكليفنا بالبطوله شكلنا اللجان، وكان عندنا تحديات كتير في ملفات كبيره كتير، يعني عموم الجمهور والتسويق، والحمد لله قدرنا يعني النهارده بس يمكن نعلن ده لاول مره يعني عبر قناه الاهلي، خدنا موافقه الحمد لله بحضور الجمهور النهارده. الحمد لله ده طبعا كان في البدايه ما كانش موجود وكان في محاولات، الحمد لله يعني كنا بنحاول كلجنه عليا البطوله وفي مجلس الاداره كمان كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره كانوا يعني في محاولات ان الجماهير تكون موجوده، الحمد لله يعني خدنا موافقه النهارده. وطبعا عدد معين، والعدد ده احنا فتحنا السيستم عندنا للدخول ناس تسجل بياناتها وكده، وان شاء الله يعني نعمل العدد ده مع الوقت باذن الله ومع التزام الناس، وان شاء الله يخرجوا بالشكل اللي مشرف اللي يليق باسم مصر والنادي الاهلي، يكون في نتكلم على زياده اعداد اكتر واكتر. يعني لا احنا الجماهير احنا نازل على الموقع الرسمي دلوقتي طريقه التسجيل، وهتكون باولويه الحجز لان احنا في عدد معين اولويه الحجز، وهي مجانا للناس يعني بس بيسجلوا، احنا عاملينها فري خالص. وعندنا على الصعيد الاخر اعضاء الجمعيه العموميه برضو ليهم عدد بالكارنيه العضويه برضو فري، بخلاف بقى الدعوات اللي عندنا للجاليات وخلافه يعني. فان شاء الله يعني باذن الله يعني كل بنطلبه منهم انه يكون في التشجيع المثالي للنادي الاهلي اللي ما يخرجش عن النص، ويبقى جايين عشان نشجع النادي الاهلي ونكسبه البطوله زي ما انت قلت، مش اكتر يعني. ان شاء الله يعني في الحفل افتتاحها تكون حفله هتبقى حاجه بسيطه بس هتكون فكره جديده ان شاء الله يعني تعجب الناس باذن الله. وبرضه عاملين فيلم كده للطايره سيدات، يعني برضه ان شاء الله يكون حاجه ظريفه وثائقي يعني لتاريخهم في النادي الاهلي. وبرضه عندنا طبعا بما انك ذكرت الشباب، فعندنا طبعا عدد كبير جدا من الشباب مشارك معانا فوق ال 80 يعني من ولاد وبنات من الشباب الجميل جدا، كلهم ولاد النادي واعضاء النادي الاهلي مشاركين معنا سواء اللجان كاعضاء لجان او كمتطوعين مثلا في لجنه المراسم الحفل الافتتاح او في لجنه المرافقين اللي بيبقوا مرافقين مع الفرق، فهم ماشيين بشكل مشرف بصراحه جدا كلهم. يعني اجراءات القرعه اعتقد انها بتضاهي يعني القرعه في البطولات العالميه في الاتحادات الدوليه، الطريقه الالكترونيه اللي بندير الموضوع، التنظيم، الكلمات، التنظيم بالنسبه للفرق اللي موجوده، طريقه السحب واضح، يعني لو في اي مشكله لاي فرقه كان لازم بيطرحوها في الاجتماع الفني، فده الحمد لله ده يدينا انطباع ان رضا الجميع عن الصدمه الاولانيه اللي هي بتبقى الاستقبال والتنقلات واختيار الفنادق، دي تملي بتديك مؤشر على نجاح البطوله من عدمها. الحمد لله رضا كامل، العدد زي ما حضرتك اشرت 17 فريق، ده يعتبر ريكورد، السنه اللي فاتت كان 19 فريق عندنا برضو، وده تاني ريكورد بعد السنه اللي فاتت، يعني احنا تملي بنحتفظ بالقمه في عدد المنضمين او المسجلين في المشاركه في البطوله. يعني هو عامه مراكز القوه معروفه بالنسبه للكره سيدات في افريقيا، متمثله في مصر، متمثله في كينيا والدول شمال افريقيا اللي هي الجزائر وتونس. فطبيعه القرعه بتبعد الفرق بتاعت مصر الاربعه عن بعض، فكده كده كل فرقه مصريه في مجموعه لوحدها. وايضا الفرق الكينيه لما كانت السنه اللي فاتت في الترتيب بتاع يعني كتاني بطوله او الثالث والرابع، فكانوا على قمه المجموعات، فبعدوا طبيعي عن النادي الاهلي. بقيت الفرقتين اللي هو بتوع تونس والجزائر
القرعة بعدتهم عن النادي الأهلي، فأنا أعتقد مجموعة متوازنة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، والحمد لله قادرين على احتلال قمة المجموعة عشان يكملوا المشوار كله بإذن الله. المفاجأة كلها إن التنظيم 80% من المشاركين فيه كلهم من شباب النادي الأهلي اللي بيديهم الفرصة جيل ورا جيل ورا جيل. وبرضه حفل الافتتاح هو ده اللي يمكن الدكتور سراج بيتكلم عليه، مفاجأة هتبقى كبيرة كله برضه يعني صنع داخل النادي الأهلي، فأرجو أن هي المفاجأة يعني تعجب السادة المشاهدين وجماهير النادي الأهلي. في دايما مقومات النجاح، مقومات النجاح هو اهتمام القيادات بالتنفيذ، فكون النادي الأهلي مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والمجلس بالكامل وافق لتاني سنة متتالية بالتكاليف الباهظة اللي تولاها، وانه في اقتراح انه هو ممكن ياخد السنة الجاية كمان من دلوقتي، اعتقد ده هو اساس النجاح. نمرة واحد عشان بتستقطب السبونسرز او الرعاة، نمرة اتنين انك انت بتربي كوادر قادرة على التنظيم. مكونات التنظيم البنية الاساسية، احنا الحمد لله في النادي الاهلي عندنا صالة جميلة، الصالة التانية اجمل، الامكانيات تمنا اعتمدناها السنه اللي فاتت واللي قبليها، ما فيش اي مشكله من ناحيه الامن، الامن عامل قواعد طلبنا زياده، الضمانات موجوده، المكان محاصر. اعتقد بالسيطره على ان اللي داخل بامكانيات معينه بظروف معينه دي قصه امن، فاعتقد دي رساله لازم نعملها. الاعلام قوي جدا، اهم من ده ومن ده ان الناس الافارقه او اللي مش مصريين اللي جايين يزوروا بيشوفوا مؤسسه كبيره. وبالمناسبه دايما انا اقول ان في افريقيا او في العالم ما فيش نادي بيبقى بيلعب فيه اكتر من لعبه، اللي هي اللعبه يعني احنا عندنا في الاهلي اكتر من 26 او 27 ديسيبلين او رياضه، بره هتلاقي يا سكواش يا كوره يا باسكت يا حاجه او اتنين تلاته، فده هم بيستغربوا لما بيعرفوا كمان ان في اكتر من مركز بينبثروا. فهي رساله النادي الاهلي ازاي تظهر الرياضه المصريه بالصوره اللي هي احنا مفتقدينها ان احنا نظهر بيها. وبالتالي اعتقد مهمه اللجنه المنظمه للنادي الاهلي ودعم مجلس الاداره وراهم والاعلام المصري هو ده اساس انه يؤكد الايجابيات مش نبرز السلبيات. احنا بنجتهد ان كل المشاكل اللي بنلاقيها في البطولات العالم والحاجات دي نقولها لهم من دلوقتي، وبنشترك معاهم اول باول، والحمد لله لغايه دلوقتي الدنيا حلوه. وجود الفنادق حوالينا خلال خمس دقائق 10 دقائق ربع ساعه احنا يعني القانون بيقول 3 ستار 4 ستار، لما نديهم 5 ستار يبقى انجاز. بنروح في الدول الثانيه المدة بتبقى ساعة وساعة ونص عشان الفريق يوصل الملعب أماكن التدريب. فأنا قصدي في مميزات كتيرة جدا إن تؤكد نجاح هذا الموضوع. النادي الأهلي لما بيقول احنا هنظم، لما مصر مبدئيا بتقول انا هنظم، كل الفرق بتحب تيجي. زي ما سمعنا في التقرير اللي شفناه عن قرعة البطولة وعن الكلام على البطولة من الدكتور سراج رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وقال ان احنا محضرين مفاجآت في حفل الافتتاح لكل الناس عفوا كل الناس اللي هتحضر ان شاء الله باذن الله، وكلها على الشاشات، وان شاء الله كل ده هيتذاع على قناة الاهلي باذن الله من بداية البطولة لاخرها. هنشوف حاجات كويسة جميلة، وده اللي عودنا عليه النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي، كله بيتعاون كله بيتفاعل كله بيكون في خدمة النادي الأهلي عشان يطلع بطولة جميلة. دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي بيقول إن بيفكروا جديا يدوا النادي الأهلي تاني البطولة السنة اللي جاية بإذن الله على طول، من عشان هو ده قوة النادي الأهلي وهو ده عظمة النادي الأهلي في التنظيم. عنده فريق متكامل فعلا بداية من مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لكل عاملين في النادي الأهلي وكل عاملين في التنظيم في البطولات، وفعلا بيطلعوا شكل جميل شكل يليق باسم النادي الأهلي وباسم مصر قدام الدول الافريقيه والعالميه. في اي حدث رياضي ده النادي الاهلي بيكون متواجد وبقوه، ويقدر ينظم كل الاحداث الرياضيه على المستوى الافريقي والعربي والدولي. خلينا نقول ان ماتشات النادي الاهلي في البطوله
ثلاث مباريات. بكره الماتش الاول الساعه 9 مع نادي كانون من الكونغو الديمقراطيه، يوم الاثنين يو اس اف اي البوركيني باذن الله الساعه 8 مساء باذن الله، الاستوديو التحليل يبدا الساعه 7. يوم الاربعاء باذن الله الماتش الاخير لفريق النادي الاهلي لكره الطايره سيدات مع نادي الجمارك النيجيري برضو الساعه 8 مساء، وهيبدا الاستوديو باذن الله الساعه 7. نتمنى متابعه من كل الجماهير والمشاهده باذن الله ان شاء الله في قناه الاهلي، فعلا مقدمه وجبه دسمه في الكره الطايره مع نجمات الكره الطايره وفريق تحليل من نجمات الاهلي السابقين. خلينا نروح للسكواش وبطوله البلاك بول، وبطوله قويه جدا، بطوله مصنفه في مصر وفي العالم، وكان لسه خلصانه امبارح وكسبتها رنيم الوليلي. رنيم الوليلي هي نجمه منتخبنا الوطني والاولى عالميا كسبت بطوله البلاك بول اللي هي كانت اشتركت فيها يسرب عادل من لعيبه النادي الاهلي، وطلعت من دور ال 16 على ايد المصنفه الانجليزيه السابع عالميا. خلينا نروح تقرير مع الاستاذ محمد رائف العضو المنتدب بشركه البلاك بول ورنيم الوليلي بطله البطوله ونجمتنا يسرب عادل، هنشوفه قالوا ايه على البطوله دي وترجعوا لنا مره ثانيه. احنا بقدر المستطاع بنبذل الجهد عشان ان احنا نعمل حاجه تشرفنا كلنا وتشرف بلدنا مصر ما لا شك فيها. البطوله زي ما حضرتك عارف هي بطوله دوليه مشترك فيها حوالي 24 لاعبه. البطوله دي التجربه الثانيه لينا في تنظيم بطولات دوليه. احنا في ديسمبر نظمنا بطوله للرجال وكان مشترك فيها 48 لاعب من ارقى تصنيف، وفي مارس ما عداش اهو 3 شهور وبننظم بطوله السيدات في التجربه الثانيه لينا باذن الله. وزي ما حضرتك شايف يعني الحمد لله الفيدباك او يعني الافاده عن البطوله من كل المشتركين وكل التنظيم على اعلى مستوى والحمد لله. منظمه اللاعبين المحترفين هي بتتولى تنظيم مثل هذه البطولات، واحنا طبعا قدرنا نحوز على ثقه منظمه اللاعبين المحترفين ومع التجربه الاولى لينا. ويمكن احنا عايز سابقة أقولها، احنا كانت البطولة اللي فاتت اللي هي في شهر ديسمبر احنا كانت أول مرة ننظم بطولة دولية وقدرنا ناخد ثقة منظمة اللاعبين المحترفين ان احنا نعملها بتصنيف بلاتينم من أول مرة. البطولة دي تصنيفها جولد، واحنا مجرد انها بتعلن عن البطولة بهذا التصنيف من خلال منظمة اللاعبين المحترفين بيبقى في إقبال وبتبقى البطولة مفتوحة للتسجيل من اللاعبين وبناخد الأرقى تصنيفا لغاية ما بنوصل للعدد المفروض يشترك، وبنقفل بقى باب الاشتراك وبيبدأوا هم يتوافدوا علينا. طبعا مصر بسمعتها العالية اللي هي في الاسكواش جاذبة بطبيعتها لان كل الناس تبدا تيجي تحب تشارك في بطولات بهذا الشكل. والله انا طبعا بشكر كل اللاعبات اللي شاركوا وعلى راسهم اللاعبات المصريات، احنا بيشترك لينا شرف ان يشترك الارقى تصنيفا عندنا رنيم الوليلي دي مصنفه رقم 1، نور الشربيني مصنفه رقم 2، نور الطيب رقم 3، وبالاضافه لنوران جوهر وبالاضافه لسلمى هاني لاعبه النادي بلاك بول بتشترك في هذه البطوله، والحمد لله ربنا وفقها امبارح والنهارده عندها ماتش تاني ونتمنى لها كل التوفيق. انا بتمنى التوفيق لكل المشاركات، وفي الحقيقه ان البطوله دي هي بتنظيمها الجيد بتخلي كل اللاعبات يطلعوا منها يبقوا بمثابة سفراء يعلنوا أو يكلموا عن مدى التنظيم وحفاوة التنظيم في مصر عندنا. مبسوطة أن أنا بلعب بطولة في مصر بهذا الحجم وبهذا الشكل الرائع الصراحة،
احنا بنلعب تقريبا 11 او 12 بطوله في السنه، فان احنا يبقى عندنا بطولتين او ثلاثه منهم في مصر دي حاجه تشرفنا جدا، بالذات ان احنا في الفتره دي كمصريين الحمد لله محتلين التصنيف العشر الاوائل والعشرين الاوائل وكمان الخمسين الاوائل، لو بصيت هتلاقي اغلبيه اللعيبه مصريين، دي حاجه طبعا بتبسطنا كلنا. فده انعكاس للمستوى اللي احنا وصلنا له. يعني احنا زمان، انا زمان كنت بسافر ماليزيا سنتين مرتين او ثلاثه في السنه، ده لان وقتها كانت نيكول ديفيد مسيطره على اللعبه، ونيكول ديفيد كان بيتعمل لها بطولات وكانت تكسب في بلدها والناس تتفرج عليها، وهم بالطريقه دي نشروا اللعبه اكتر، واللعبه فعلا دلوقتي ماليزيا بتنمو يعني في اتجاه ان هي تبقى دوله قويه جدا في سكواش. فاتمنى ان بطوله زي دي والبطولات الثانيه اللي بتعمل في مصر تحط مصر على الخريطه تاني، وبالعكس تنشر اللعبه اكتر والناس تهتم اكتر بالرياضه بالذات سكواش، وان الناس تبتدي تمارس اكتر عشان نضمن ان احنا في السنين اللي جايه نفضل محتلين الصداره. هي روان العربي ما شاء الله بطله العالم ناشئات مرتين على التوالي، فدي طبعا حاجه تحتسب لها من اكبر الانجازات. يعني انا شخصيا لما كسبت بطوله العالم ناشئات قعدت سنين بقول هي دي الحاجه اللي انا حققتها في حياتي، فاعتقد هي في الفتره دي اكبر بطوله هي تقدر تحققها، برافو عليها ان هي كسبتها مرتين. دليل طبعا هي قد ايه قويه وقد ايه عندها موهبه وعندها حاجات توصلها ان هي تبقى من العشر الاوائل على العالم قريب ان شاء الله. اكيد ما كانتش مباراه سهله، بالذات الشوط الثاني كان النقاط كانت قريبه جدا من بعض، بس الحمد لله مبسوطه ان انا قدرت في الثالث استعيد تركيزي تاني والعب احسن شويه. اكيد بطوله ناجحه جدا لحد دلوقتي وهتفضل ناجحه جدا. اللعيبه من توب 10 بيلعبوا، احسن لعيبه في العالم بيلعبوا في البطوله دي. طبعا احنا يبقى عندنا بطوله كبيره زي دي في مصر دي حاجه كبيره بالنسبه لنا، والحمد لله ان انا قدرت ان انا اقدر العب في البطوله واشارك فيها واعمل ماتشات كويسه. عندنا بعد البطوله دي ان شاء الله بطوله في هولندا اول الشهر، بعد كده عندنا الجونه ان شاء الله في شهر 4، بعد كده في بريتش اوبن شهر 5، ففي الفتره الجايه بطولات كتير ان شاء الله. بحاول اتمرن في النص على قد ما اقدر واكون جاهزه للبطوله اللي بعدها، طبعا مش بتكون سهل بس بنحاول نقدر نعمل كل اللي احنا نقدر نعمله وان شاء الله ربنا يسهل. فعلا بطوله قويه، بطوله مهمه، بطوله البلاك بول، بطوله من اقوى بطولات في العالم، الحمد لله هي بتلعب على ارضنا. وفعلا زي ما ريم الوليلي قالت ان هي مستمتعه ان في ثلاث بطولات، لان عندنا من 50 تقريبا عندنا فوق ال 35 لعيبه مصنفين على مستوى ال 50 على العالم، ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك ويكون ال 50 كلهم من مصر في المرحله اللي جايه. هنروح لاخر خبر السباحه، لكن تاني قبل ما نروح للخبر الاخير عشان نختم الحلقه لازم اشد على ازر الجماهير الوفيه بتاعت النادي الاهلي اللي هتحضر بكره باذن الله افتتاح البطوله وافتتاح البطوله الافريقيه عشان تشجع فريق كره الطايره سيدات. فريق كره الطايره سيدات محتاج ان انتوا تقفوا في ظهره في المرحله دي بطوله افريقيا اللي هي بتزودنا في التتويج كمان لقب ليهم باذن الله في نهايه البطوله. نتمنى ان الجماهير يعني تفضل ماشيه على مثال الالتزام في كل حاجه. نتمنى من الجماهير ان هي تقف وراء فرقتها، لان كل فرق النادي محتاجه جماهير النادي الاهلي، محتاجه جماهير النادي الاهلي بالالتزام بالانضباط بكل حاجه. عايزين نشجع اللاعبات، عايزين نشجع النادي الاهلي، وعايزين نبين صوره مختلفه لكل الناس ولكل العالم، لان الصوره دي بتنقل لكل العالم. نقول لهم النادي الاهلي جماهيره ملتزمه تماما بكل حاجه عشان في المرحله الجايه بدل ما يكون 300 نزيد ل 1000 و2000 ونرجع مره ثانيه نملى الصالات ونملى الملاعب كلها بجماهير النادي الاهلي العاشقه للرياضه في النادي الاهلي والعاشقه للانجازات والبطولات. القله القليله نقول لهم لو سمحتم بلاش خروج على النص. الخروج على النص ده بيضر بمصلحه النادي الاهلي ويضر ب اللاعبات واللاعبين في النادي الاهلي والفرق الرياضيه. ان شاء الله متاكد ومتيقن ان شاء الله هتكون بدايه موفقه للجماهير بكره باذن الله في ارض النادي الاهلي مع بطوله افريقيا للكره الطايره سيدات. خلينا نروح لاخر خبر النهارده معانا اللي هسيبكم مع تقرير كبير عنه. البطوله التنشيطيه لبراعم الووتر بولو وفي نفس الوقت براعم السباحه. البطوله التنشيطيه دي الرابعه على مستوى النادي الاهلي، البطوله التنشيطيه دي بتقام كل فتره
المرة دي كان في سباقات 50 متر حرة و50 متر فراشة و100 متر حرة للأولاد والبنات، اشترك فيها 600 سباح وسباحة في النادي الأهلي. دي بطولة داخلية النادي الأهلي بيعملها في فرعي الجزيرة ومدينة نصر، البطولة من مواليد 2010 و2009 و2008. هسيبكم تستمتعوا مع التقرير اللي فيه الأستاذ إبراهيم كفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيتكلم على البطولة، وكابتن أيمن سعد رئيس أو المستشار الفني للمستشار لجهاز ألعاب الماء لمجلس الإدارة، وكابتن وائل عزت رئيس جهاز كرة الماء أو عفوا رئيس جهاز ألعاب الماء. أسيبكم مع التقرير وشكرا، ونلقاكم بكرة بإذن الله في الساعة 7 على الهواء، هنبدأ سيرة التحليل لبطولة أفريقيا لكرة الطائرة سيدات. شكرا وإلى اللقاء. طبعا هي بطولة بتقام للسنة الرابعة، هي بطولة داخلية، لكن حضرتك لما تبص على الأعداد المشتركة تعرف حجم التواصل وحجم الأعداد اللي بيفرزها قطاع السباحة في النادي الأهلي. طبعا الأهم حاجة بتميز النادي الأهلي على أي نادي تاني هي التواصل والأجيال اللي بتعقب بعضها. النهاردة احنا بنعمل مقدمة للولاد دول، بنأهلهم، بنخليهم يتعودوا ان هم يقفوا على الستارت ويدخلوا في جو البطولات والمنافسات بدون ضغوط عصبية ونفسية عليهم، بحيث ان هو يطلع مؤهل انه يشترك في البطولات. البطولات دي برضو بتفرز خامات وبتقدر تخلي المدربين تبص على الولاد وتشوف ايه المميزات اللي عند الولاد وايه القصور اللي محتاج يتعالج خلال الفترات القادمة، بحيث ان هو لما يوصل للمرحلة التنافسية في سن 11 سنة يبقى مؤهل للوقوف والاستمرار في مسيرة النادي الأهلي اللي هي على مدى سنين طويلة قوي. قطاع السباحة في النادي الأهلي قطاع مميز جدا، أفرز العديد من وما زال يفرز العديد من الأبطال سواء على المستوى المحلي الأفريقي أو المستوى الدولي والأولمبي. الولاد دول بيجوا بيشوفوا بيحتكوا، في نفس الوقت هم من خلال تمرينهم طول الأسبوع وطول السنة بيشوفوا الأبطال الكبار، كمان ولادنا المسافرين بره اللي بيدرسوا في أمريكا زي علي خلف الله، أحمد أكرم، ميشو، هانيا مورو، كل دول لما بيجوا بطولات الولاد بيجوا بيشوفوهم وبيتعرفوا عليهم، بيبقى نفسهم وطموحاتهم إن هم يوصلوا للمستوى الأبطال الكبار دول وصلوا له. وده ميزة النادي الأهلي وتواصل الأجيال في النادي الأهلي اللي بيميزنا الحمد لله على مدى تاريخنا عن أي نادي تاني. احنا وجه الاستفادة طبعا إن البراعم لازم نقف على احسن مستوى ليهم قبل ما يخشوا المنافسات الرسميه، في منهم بدا يخش المنافسات الرسميه. احنا عاملين البطوله دي على مستوى كره المايه والسباحه، بس كره المايه عاملينها في الجزيره فصلناها السنه دي عشان الاعداد كانت كبيره شويه السنه اللي فاتت. السباحه عشان نعرف احنا دلوقتي بثلاث فروع النادي الاهلي، فاحنا بنجمعهم كلهم مع بعض بنعرف مستواهم وبنعرف احنا وصلنا لغايه فين، وده بيبقى حافز للاولاد ان هو يبداوا ينزلوا يحسوا بالمسابقات، يحسوا بجو منافسه بدري قبل ما يشتركوا في بطولات الجمهوريه. الحقيقه الاختلاف ان انا شايف مستويات اخرى، يعني مستوى السباحين اعلى شويه من السنين اللي فاتت، ودي حاجة كويسة، ودي حاجة احنا بنعملها كمان للكادر الإداري والفني عندنا، بيمرنوا نفسهم على التنظيم، بيمرنوا نفسهم على إدارة البطولات، وفي نفس الوقت المستوى السباحين عمال بيعلى من وقت للتانية، من بطولة للتانية. ان شاء الله احنا هنعملها بطولتين في السنة مش بطولة واحدة. الاستفادة بتاعت البطولة استفادة كبيرة. تعرف حضرتك ان احنا بنلعب بطولات كل سنة بنبدا من المراحل الصغيره، فاحنا بنلعب من المراحل دي عشان لما بنيجي نلعب البطولات الرسميه بنبقى واقفين على الاستعداد بتاعتنا وبنشوف نفسنا احنا فين ولازم نوصل لفين. وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا بقى لنا 3 سنين الحمد لله من ساعه ما عملنا البطولات دي، احنا المراحل الصغيره في النادي الاهلي من بدايه اول مرحله في دخول اول بطوله رسمي الحمد لله بنحصل على كاس البنات وكاس الاولاد الحمد لله بسبب هذه البطوله وبسبب المجهود بقى
الناس اللي موجودة حوالينا من أصغر عامل لأكبر واحد في النادي، لأن احنا كلنا عايزين ننجح اللعبة وعايزين ننجح المنظومة اللي احنا كلنا بنشتغل فيها. حوالي 500 سباح وسباحة، بالنسبة للوتر بولو حوالي 300 لاعب كرة مية. طبعا العدد ده عدد كبير، احنا النهاردة الشيخ زايد بقى داخل بقوة معانا، ودي حاجة تسعدنا لأن احنا في الآخر كلهم بيلعبوا تحت علم النادي الأهلي. كل ما بتزيد القاعدة كل ما بيبقى الانتقاء أحسن، كل ما بيبقى فيه منافسة أكبر، كل ما يكون ليه مصلحة للنادي الأهلي. الاختلاف السنة دي احنا أول مرة نفصل اللعبتين عن بعض، بعملين كرة المية في الجزيرة والسباحة في أهلي مدينة نصر. طبعا ده عطاها حلينا فرص أكبر إن احنا نعمل قاعدة أكبر، بس إن شاء الله بمشيئة الله المرة الجاية هنعمل مفاجأة إن شاء الله، ونحاول ندخل الشيخ زايد معانا يبقى مكان للبطولة، يبقى احنا بنستفاد بالثلاث فروع، ومبقاش النادي الأهلي واقف على فرع واحد عشان الناس ما بتحسش إن احنا بنميل لفرع، كلنا تحت علم النادي الأهلي.